أهلا وسهلا بيكم. طبعا إحنا عندنا النهاردة ضيفة مميزة جدا، بابا بنرحب بيها. تمام، بس يا عم، شكرا شكرا. بس إحنا الوقت هنطلع بقى لايف على الفيس، فالدنيا دي بس أرتب الميتنج بس عشان نطلع. بس لغاية ما الفيس يحمل، طبعا بنرحب بيكي وشكرا لتلبيتك الدعوة الكريمة دي، ويعني بنشكرك جدا على قبولك يعني انت تظهر معانا. وانت عارفة ان احنا في المدرسة السلوكية عندنا امهات كتير جدا، وتمام الحمد لله بدأنا ندخل على الفيس، وكتير بتجي لنا أسئلة خاصة بموضوع اللغة والتواصل، وطبعا بنحتاج ان احنا برضو نوعي الامهات بمواضيع هامه زي مواضيع التواصل بيه. بس طبعا قبل اي حاجه لازم يعني تدينا تعريف بقى عنك عشان الناس برضو تتعرف عليك اكتر، فاتفضل يا حضرتك. ميرسي يا عمرو الأول على الدعوة، متشكرة قوي على المجهود اللي أنت عملته عشان تنظم الموضوع ده. أنا اسمي مريتي توفيلس، أنا كنت أصلا عندي بكالوريوس في علم النفس من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وبعدين عملت ماجستير في الـ ABA والتربية الخاصة في أريزونا ستيت يونيفرسيتي في أمريكا، وبعدين عملت معادلة في أمريكا وبقيت محلل سلوك تطبيقي، وحاليا بشتغل يعني في مصر كـ behavior analyst. النهارده الموضوع ده كان مهم قوي بالنسبه لي، عشان دي حاجه من الحاجات اللي احنا في الوطن العربي بنستراجل شويه معاها، فكره ان احنا نقبل فكره التواصل، الطرق جميل جدا. اللي هم بالانجليزي بنسميهم augmentative and alternative communication، اللي هي طرق التواصل البديله او المساعده، عشان احنا في مصر بالذات بتبقى كل الاهالي عايزه الولاد تتكلم وتتكلم من اول يوم، وبيجي السيشن النهارده بكره الصبح بس هو اتكلم ولا لا. فموضوع الكلام ده مهم قوي، موضوع التواصل ده مهم قوي، وكلنا عايزين في الاخر ولادنا يتواصلوا بالعكس، ويعرفوا نفسهم وكده، especially الولاد اللي اصلا عندها احتياجات خاصه، اللي بتبقى قلقان عليهم، قلقان طب لو راح المدرسه وحد غلس عليه مش عارف يرجع يحكي، طب لو عايز حاجه وفي حته في مكان عام في المول مثلا وتاه وعايز يقول لحد حاجه، طب هيعمل ايه؟ فبيكون في قلق شديد قوي من حته التواصل وحته الكلام، فعشان كده الموضوع يعني مهم قوي بالنسبه لي ان انا اتكلم فيه. تمام. بس خش في الموضوع على طول. خشي، بس انا هديكي سؤال يعني استفتاح شوية، هو معنى ايه الوسائل التواصل البديل، وليه احنا بعض اولياء الامور لازم يكونوا عارفين الفكرة بتاع التواصل البديل، ايه الفكرة بتاعتها، ايه اهميتها. طبعا انت معاك المايك بقى يعني كلنا بنسمعك. ماشي، وقفني في النص طيب لو في اسئلة. طيب انا ماشي، محط اوكي. اربع او خمس نقاط اساسيين عايزه اتكلم عليهم، يعني ايه اصلا وسائل التواصل البديله، وليه نستعملهم، يعني ما ينطق على طول ولا يتكلم على طول، وايه علاقتهم بالتخاطب، يعني هنلغي ده ونحط ده ولا هنعمل ايه، وايه الانواع وازاي اختار لابني او اختار للطفل انا بشتغل معاه. اول نقطه، يعني ايه وسيله تواصل بديله او مساعده؟ هي حاجه اضافيه بندخلها مع تعليم الكلام العادي اللي هو الكلام المنطوق بتاع ان انا اقول ببقي، أوقات بنحتاج ندخل وسيلة مساعدة. الوسيلة المساعدة دي بتكون يا إما بتعتمد على الحركة، إن أنا أعمل ساين، أعمل إشارة، فمثلا أعمل إن أنا عايز آكل، فأنت كده فهمت إن أنا عايز آكل، أو أنا عايز أنام، فأنت فهمت إن أنا عايز أنام، أو أنا عايز أروح للعربية، فأنت فهمت إن أنا عايز أروح للعربية. بستعمل ساينز، لغة إشارة، أو بستعمل صورة، بوريك صورة إن أنا مثلا عايز ساندوتش، فانت شفت الصوره عرفت ان انا عايز ساندوتش، او بعمل على ايباد، بكتب، بعمل تايبنج على الايباد، انا عايز ساندوتش، بتعلم اكتب، او بتعلم اختار صوره من على الايباد، او مليون طريقه، في مليون طريقه هنتكلم فيهم بالتفصيل قرب الاخر يعني، بس هي فكره ان انا بدخل وسيله مساعده تساعد الطفل ده انه يعبر عن نفسه
جنب الكلام المنطوق. ليه طيب؟ اشمعنى؟ طب ما ينطق على طول يعني، دايما تسيب اهلي ما تعلميه يتكلم. انا ممكن اقعد اقول لطفل قول ماما 99 مره وهو ما بيقولش، فانا كده استفدت ايه؟ انا بضيع وقته لما انا اقول له وهو ما يقولش. ففي اطفال هتبقى محتاجه وسائل التواصل انا بحب الانجليزي بيسموها اوجمنتيف. اوجمنتيف مش معناها بديل، معناها مساعد، كانك بتعمل اوجمنتيشن لحاجه، كانك بتكبرها او بتوضحها، فهي مجرد وسيله توضيحيه للكلام اللي الطفل ده عايز يوصله. طيب مين الحالات او مين الاطفال اللي ممكن يستفيدوا من الموضوع ده؟ مبدئيا عندنا اطفال كتير قوي بيجوا ريسنتلي متشخصين بالابراكسيا، وزمان كانت الابراكسيا دي لما تكتب كده على جوجل childhood apraxia of speech تلاقي ان ده very rare disorder، لكن حاليا عدد الاطفال اللي عندها ابراكسيا بيزيد، والابراكسيا بتيجي مصاحبه لصعوبات تانية زي التوحد او زي مشاكل تانية ليها دعوه بالحركه. طب ايه هي الابراكسيا؟ بالظبط ايه؟ الابراكسيا دي مشكله في انا كنت مشكله في هسألك ايه التخطيط، هي الابراكسيا، فيعني اتفضلي كملي. هي مشكله في التخطيط الحركي، مشكله في الموتور كوردينيشن ما بين المخ والعضلات او الاجزاء المسؤوله عن التنفس والكلام. فانا الاشارات اللي جايه من مخي لاعضاء النطق والكلام، لساني لبقي لشفايفي لخدودي، بيحصل فيها نوع من انواع ان هي مش بتوصل مظبوط. انا سامعك كويس، انا مش سامعك، انا كلمه في مخي وبحاول اقولها بس ما بتطلعش مظبوطه او ما بتطلعش خالص او بيطلع نصها او ربعها او صوت منها او متبدله. فمثلا انا عايزه اقول ساندويتش وسامعاها ساندويتش، انا سامعاها صح، انا مش بسمع، انا بسمع كويس والمعلومه في مخي ساندويتش، بس عايزه اقول لك ساندويتش فاقول لك شاشش، او اقول لك سان وما كملش ساندويتش، او اقول حاجه تانية تطلع حاجه تانية خالص. والمشكله دي مشكله كومن مع حاجه زي مثلا التوحد، يعني اطفال كتير من اللي عندهم توحد احصائيا بيبقى ممكن عندهم ابراكس، مشاكل في التخطيط الحركي عامه. ممكن الاطفال اللي عندهم اصلا توتال يعني ديسبراكس، الاطفال اللي عندهم اصلا مشاكل في الحركه من الاول، مشاكل في المشي والحبي وكده، يبقى عندهم مشاكل كمان في التخطيط اللي وضعه بالكلام. فده جزء. الجزء الثاني ان في اطفال عندها توحد مش هيتكلموا لفظي، يعني لسبب غير معلوم لينا في نسبه من الاطفال اللي عندها توحد مش هتقدر تستخدم الكلام المنطوق عشان تعبر عن نفسها. عندنا اطفال تانيين اللي هم الداف ميوت، اللي هم ممكن يكونوا صم وبكم، فهو الصم وابكم فما عندوش وسيله تانيه غير يستعمل الساين. هي المشكله بس ثقافيه اكتر من انها اي حاجه، انه انت عشان تستعمل ساين يبقى انت لازم تكون داف ميوت، انت ما ينفعش تبقى اوتيستك وتستعمل ساين، انت ما ينفعش تبقى براكسك وتستعمل ساين. هي الساين دي عندنا بتاعت الداف ميوت بس، ما عندناش المفهوم الاوسع انه لا ممكن ابقى بتكلم وعندي حروف كتير مش واضحه فاحتاج اشاره عشان اوصل المعلومه اكتر. لانه زي مثلا ما احنا بنسافر بنروح بره، مثلا تروح فرنسا وعايز تطلب كوبايه ميه، وانت الفرنسي بتاعك ممكن ما يبقاش قد كده، او وهم ما بيكلموش انجليزي، فانت ما عندكش وسيله. فعندك حاجه من الحاجات انك يا اما لو شايف واحد تاني معاه ميه هتشاور عليه، يا اما هتحاول تشاور لحد انك عايز تشرب، وبعدين هتحاول تشرح له ان الميه دي اللي هو حنفيه وندلق، هتحاول تمثل. احنا مش بنقول ان انا امثل ده بره مصر او كده حاجه مشينه، بس بنلاقي ان اولادنا يمثلوا هم عايزين ايه، دي حاجه مشينه، عايزين نغير شويه المايند سيت. اتس اوكي طالما انا قادر افهم هو بيحاول يقول ايه. هل ده معناه ان احنا هنلغي الكلام؟ احنا مش هنلغي الكلام، احنا بنقول دي حاجه اوجمنتيف، حاجه مساعده. ممكن تبقى alternative لو هو الشخص فعلا فعلا ما بيعملش اصوات خالص، وممكن تبقى augmentative انا هقول ميه، يعني انا لما هروح فرنسا هحاول اقول الفرنساوي بالاكسنت بتاعتي الوحشه، بس همثل الكلمه كمان عشان هو ممكن ما يفهمش الاكسنت بتاعتي الوحشه. تمام، فهي دي الفكره. طيب هل السؤال الكبير وسيله التواصل البزيله هتخلي ابني ما يتكلمش؟ انت عايز تعلمه ساين عشان انت بتستسهل ما تعلمه ينطق، انت عايز تعلمه تاكس عشان انت بتستسهل ما تعلمه يتكلم. الريسيرش وابحاث كتير قوي 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 بتوري انه اكشلي وسائل التواصل البديله مش بتعيق الاطفال على انها تتكلم، بالعكس هي بتساعد الاطفال انها تتكلم. ليه؟ لانه اكتشفوا يعني في الابحاث انه بالذات لغه الاشاره ان الجزء المسؤول عن حركه الايدين ملاصق للجزء المسؤول عن الكلام. فاكشلي لما بيحصل تنشيط في بارت منهم ده ممكن يساعد انه يحصل تنشيط للبارت الثاني من المخ ويحصل اكتيفيشن للكلام. الحاجه الثانيه انا لما اجي اعلم طفل
مش بيتكلم اصلا او مش بينطق، ممكن يبقى بيتكلم بس بيتكلم بمزاجه. يعني في امهات كتير قوي الاطفال توحد تيجي تقول لك هو كان بيتكلم، كان بيقول كلام، فعنده الاصوات في بقه، مش ان هو ما عندوش الاصوات، او مش انه ابراكسيك، او مش انه الدغ، هو عنده الاصوات بس بطل يتكلم. انا ممكن اجيبه وامسك المايه في ايدي واقعده 3 ايام اقول له قول ميه ميه، ويحاول يشدها ويعيط وينتحر في الارض، وانا اقول له قول ميه قول ميه قول ميه وهو ما بيقولش، واقول له قول ميه وهو ما بيقولش، وينهار بقى وادخله في تانترم واعمل له احباط ان هو مش عارف يتواصل، وانا بذل قدامه مش هنوصل لحته، عشان هو انا ما عنديش طريقه ان يخش بايديا جوه لسانه واهزه عشان يقول ميه. لكن عندي طريقه اني اقول له ميه واشاور ميه واخليه يشاور زيي واديله الميه، او ان انا اخليه يجيب التكست بوك او وات ايفر بتاعه ويدور على صوره الميه ويديني صوره الميه فياخد الميه. فانا ممكن امسك ايده واحطها على التكست واجيب الصوره فيفهم ان هو لو جاب الصوره هياخد الميه، او ان انا اعلمه الساين ميه فهو يعمل ميه زيي، او ان انا اعلمه يخبط عليها مثلا، او نالف حتى اشاره، احنا ممكن نالف انا وهو اشاره والام تبقى عارفاها للميه خلاص. فبالتالي انا ده هقدر امسك ايديه واحركه عشان اساعده. لكن لو انا قعدت من هنا لبكره الصبح اقول قول ميه قول ميه قول ميه قول ميه قول ميه 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 وعلي صوتي ووطي صوتي وامسك الميه وهو يعيط وانا اعلي صوتي وهو يعيط مش هنوصل لحته، وبالعكس هتبقى افيرسيف، هبقى حاسس ان كل مره فيها انتراكشن في كلام ان هو كده متعاقب. يعني انا بذله بقى، انا يا لهوي دي هتيجي الست بقى اللي هي هتذلني ومش هاخد الميه وهقعد اعيط وابقى عطشان واخش في دايره كده غير اخلاقيه بالمره. فبالتالي وسائل التواصل البديله ينفع اساعد العيل اني امسك ايديه، اني امسك ايديه امسك ايديه احطها على الكتاب او اماضل الساين لو هو بيقلد اند سو اون، عكس الكلام المنطوق. الكلام المنطوق انا لو بقول وهو مش بيأكو، ما عندوش مهاره التقليد اللفظي، انا هقول من هنا للسنه الجايه وهو مش هيقول. ده اول بارت انه اخلاقيا انا هقدر اعلمها. الحاجه الثانيه اخلاقيا انا ملزم اني ادي الكلاينت بتاعي وسيله يعبر بيها عن نفسه. انا ما ينفعش اسيب طفل بقى سنتين او اكتر، يعني انا هقول سنتين فعلا لانه المفروض اصلا من سنه، ما ينفعش اسيب طفل وصل ميعاد الكلام وما اتكلمش ما عندوش وسيله يعبر بيها عن نفسه لكذا سبب. اول حاجه الطفل اللي ما عندوش وسيله يعبر بيها عن نفسه ده ما عندوش اي كلاينت ديجنيتي، ما عندوش اي كرامه تخصه، لان هو طول الوقت محتاج ما عندوش طريقه يعبر بيها. انت خلي حته كده في الصين وما عندكش اي وسيله تعبر بيها عن نفسك، انت يعني ممكن تتهان مبدئيا، وممكن انت تبقى محتاج حاجات ضروريه جدا زي الحمام زي المايه زي الاكل ومش عارف تعبر عن نفسك. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه it creates an environment that's frustrating، يعني الطفل ده هيكون محبط طول الوقت لانه هو بيحاول يشاور لماما على حاجه ماما مش فاهمه وعايز ايه، ولا هي فاهماه ولا هو فاهمها، هو بيحاول يطلب حاجه في المدرسه ومش عارف يطلبها، هو في حاجه مضايقاه او وجعاه ومش عارف يعبر عنها، فبالتالي يخش في دايره frustration، يبدا يعيط يبدا يرمي الحاجات يبدا يرمي روحه على الارض، يبدا يبقى مؤذي للناس اللي حواليه لانه مش عارف يعبر عن نفسه. والحاجه الثالثه احنا كلنا اكيد عايزين اولادنا تتكلم بالطريقه اللي هي التقليديه اللي هي انه يتكلم بكلامه، بس وات اف ده مش possible. النهارده لو انا عندي واحد عنده شلل فهقول لا اصل انا مش هقعده على كرسي متحرك عشان ما يبقاش شكله مختلف عن الناس التانيين، لازم يقوم يمشي، لا يقوم يمشي دلوقتي، او مول يمشي دلوقتي، طب نجيب له عكاكيز، لا يقوم يمشي دلوقتي، هو بيتدلع، هو انت لو قرصت عليه هو هيمشي. احنا نقول كده، احنا انت لو قرصت عليه هو هيتكلم، مش كل العيال لو اتقرص عليها هتتكلم، مش كل اللي قاعد على ويل تشير او كرسي متحرك لو اتقرص عليه هيقوم يمشي، يعني إيه لا اصله بيستهبل فخليه اقرص انت بس عليه وهو هينطق. او مش كل واحد قاعد على ويل تشير لو انا مشيت قدامه 10 مرات وديته في بيئه فيها ناس كتير قوي يمشي دخلته حضانه فهو بقى هيروح يقوم يمشي زي باقي العيال عشان هو ده الوضع، لا في اطفال هي دي قدرتها، مش هيتكلم لما يختلط، ومش هيتكلم لما انا اعيد له الكلام، ومش هيتكلم لما نقعد نقول قول 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 قول، ومش بيتدلع، هو دي الابيليتي بتاعته. تمام. وعشان كده احنا بيكون دورنا ان احنا نوعي الاهل ان التواصل هو حق من حق الطفل، مش عشان ان انا وجدت ابني لديه صعوبة انه يتكلم يبقى ان انا امنعه واحاول امشي في كل الطرق. اوكي ماشي، ممكن امشي في الطرق اللي تساعده ان هو يتكلم، لكن في الوقت نفسه من حق الطالب انه يتعلم طريقة للتواصل، لان في علاقة مهمة جدا ما بين عدم القدرة على التواصل والمشاكل السلوكية يعني behaviorist communication. فبالتالي ده جانب مهم لأولياء الأمور أن يدركوا أهمية، وأحيانا في كثير من الحالات وسائل التواصل البديل بتبقى إلزامية، لأن ما فيش بديل. إذا أنا ما أعطيتش الطالب
طريقه للتواصل البديل، ده معناه ان كثير من المشاكل السلوكيه تظهر، كثير من التحديات هتظهر، كثير من الصعوبات اللي هتواجه الطالب، كثير من ربما يعني المشاكل اللي هتزداد مع الوقت، لان الطالب لا يستطيع التعبير عن احتياجاته، لا يستطيع التعبير عن رغباته، لا يستطيع ان يتواصل مع الاخرين. فيعني ده شيء مهم جدا زي ما قلت حضرتك، فاتفضلي. بالظبط، especially كمان فكره انه زي ما كنت بتقولي يا عمرو انه انا مش هستنى لما يتكلم، انا ادخل دي والله هو اتكلم وتخلصنا منها يبقى خير وبركه، ما اتكلمش او عنده حاجه تانية يعملها. يعني لو انا حد عامل حادثه ومفروض يعمل علاج طبيعي بس لغايه لما يقوم يمشي هيبقى على كرسي متحرك، مش هقول لا والنبي انا مش هجيب الكرسي الا لما يقوم يجري دلوقتي، ما مش هيجري دلوقتي. والله هنعلمه جري جري، ما جريش، انا اشتريت الكرسي، انا ما خسرتش حاجه في النص. وفي نفس الوقت بعمل الحاجتين، مش بشتري الكرسي وبطل اروح العلاج الطبيعي، فاحنا مش هنعمل الباكس او الساين والغي التخاطب، انا هعمل الاثنين هاند ان هاند، بالذات لو الطفل اصلا عنده اصوات. يعني لو الطفل اصلا عنده اصوات بس مش واضحه او مش مفهومه او بيقول نص الكلمه او بيقول ربع الكلمه او بياكل حته، احنا بنفهمها عشان انا بشوفه كل يوم انا بفهمها، بس لو حد ماشي في الفصل في المدرسه هو قال له او واتا مش هيفهم منه حاجه، غير لو هو مثلا معاه تاكس وعامل عليه اي وانت واتر وبعدين جاي يوريها لك، فهو ماسك البتاع في ايده بتاعه التاكس اهي مش هنا ولا وعليها اي وانت واتر وقال او واتا، فانت فهمتها كمان من دي. هل هو بطل يتكلم عشان معاه دي؟ لا، هو شاور عليها وبيقرا لك اللي عليها، انت اللي مساعد الشخص الثاني انه يفهموا ان الكلام مكتوب وانه شاف الصوره. لانه لو كنت قال اواتا بس ما كانش حد هيفهمه عادي. فالحاجات دي بتسبورت بتساعد، كان انا راح عايش في المانيا ونطقي للالماني وحش قوي، فانا محتاجه امثل اللي انا بقوله وانا بنطق الماني بلكنه وحش. خلاص؟ فده ذاتس ذا هول بوينت. These are supportive things، يعني دي حاجات بتساعد، دي حاجات عشان الطفل يتكلم مش عشان نكنسل، وعشان الطفل يبقى عنده وسيله للتواصل. لان انا ممكن اقعد، احنا نشوف ولاد وصل 7 سنين وما عندوش ولا كلمه، طب انا مستني ايه؟ ما هو وبعدين لما يبقى بيرمي روحه في الارض وبقدر اتحكم فيه هو 2 3، غير لما يبقى 7 وبيرمي روحه في الارض، اي كان دو ات، فانا محتاجه ادخل وسيله تواصل تساعده. طيب هل هنلغي اجان التخاطب؟ لا مش هنلغي التخاطب، هنمشي التخاطب جنب الالترناتيف والاوجمنتيف كوميونيكيشن، especially لو الطفل عنده ابراكسيا او اورال موتور ديفيكولتيز، فمحتاج يروح يشتغل على عضلات الفك واللسان والكوردينيشن، والكوردينيشن ما بين دماغه وبقه عشان يتكلم، وهمشي وسيله التواصل البديله في المتوازي، يبقى بيعمل الاثنين، بيروح يتعلم يتكلم وهو بيتكلم بيمثل الحاجه اللي بيقولها. لانه حتى لما بنيجي ندرس مثلا ساين لانجوج او كده، هم في الكورس نفسه بيقول لك انت لازم تقول وانت بتعمل عشان العيل هيلقط منك وانت بتقول وانت بتعمل. فانت لو هتقول انا رايح اركب العربيه هتعمل انا رايح اركب العربيه، خلاص هو انا قلت انا اهو ورايحه والعربيه، فهو شاف وسمعني عشان لو هيقول هيقول. واحنا بنعلم الباكس لما الطفل بيجيب الصوره بقول له ميه، انت عايز الميه خد الميه عشان يسمع ميه 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 ميه، بلس هيروح السبيتش ثيرابي بتاعه زي ما هو. طيب ايه انواع التواصل البديل المختلفه؟ في طبعا في السوق مليون وسيله، انا هتكلم على 3 أو 4 حاجات أشهرهم، لكن نقدر نقول إنه طرق التواصل البديلة نوعين كبار، نوع icon based أو symbol based أو صورة based، يعني بيكون فيه صورة أو بيكون فيه text أو بيكون فيه icon أو بيكون فيه صورة صغيرة أو حاجة متشافة مطبوعة أو على iPad أو على موبايل. والنوع الثاني sign based، إن أنا بشاور، أنا بعمل إشارة. جوه لغه الاشاره في مليون لغه، في لغه الاشاره المصري بتاعتنا، في الامريكان ساين لانجوج، في الماكتن. الماكتن كمان من اشهرهم للاطفال اللي عندهم سبيشال نيدز، لانها اكتر هو نظام شامل كده، في صور زي التكست وايكونز وكده، وفي الكلام وفي الساين. هو بس ميزته في الاشارات ان الاشارات شويه مفهومه لعامه الشعب، يعني انا ما اعرفش طبعا الاشارات لغه الاشاره المصري بتاعتنا ماشيه ازاي، لكن مثلا في الماكتون لو انا عايزه اقول اكل هعمل اكل، لو انا عايزه اقول اشرب هعمل اشرب، انام مثلا، العب and so on، اطبخ. ففيها الاشارات سهله
ممكن اي حد يشوفها يفهمها، والالعاب نفسها كوره، لو كوره صغيره كوره كبيره مثلا، عروسه and so on، دبدوب. فالساينس بتاعتها واضحه ان ممكن، وانت بتقول لو انا قلت مثلا اوب وعملت كده، ممكن اللي قدامي يفهم ان انا قصدي دبدوب. لو انا عملت مثلا كده وقلت كل مثلا، مش اكل، مش واضحه قوي، اللي قدامي ممكن يفهم ان انا قصدي ايه. فالماكتون بيكتوريال اكتر، يعني فيها التمثيل اكتر، ومفهومه في معظم الثقافات يعني. على قد طبعا في منها موديفيكيشنز معموله الماكاتون في الميدل ايست غير في الحته الثانيه، لكن الاوفرول او الكلمات الاساسيه للكور ووردز مفهومين. ففي يا اما اشاره، يا اما الحاجات اللي قلنا فيها الايكون او البيكتشر او الـ الصوره يعني في حته ما. اجي انا نتكلم برضو عشان في حاجات فيها اختار الصوره اشيلها واجيبها، وفي حاجات بتبقى زي ديفايس بيبقى الصور ملزوقه عليه وهو بس بيشاور عليه زي كيبورد وبيند. طيب بختار امتى اللي مبنيين على الصور او تبادل الصور، وامتى اللي مبني على الاشاره؟ عشان ابني يتعلم لغه اشاره لازم حاجتين، لازم يكون بيعرف يقلد اصلا، فانا هقول له اعمل ميه فهو هيعمل زي، ولازم يكون المهارات الحركيه الدقيقه كويسه الى حد كويس، عشان في حركات كتير هيكون فيها صوابع، هيبقى لازم مثلا ماما في الماكاتون بتعمل كده ماما بابا، فلازم يكون يعرف يقفل دول ويعمل كده، لازم يكون يعرف يقفل دول ويعمل كده عشان يقول ماما. فانا مثلا انا عايز ماما، او انا مبدئيا يعني انا محتاج صباعه فتح كلام، فلازم يكون بيعرف يستعمل صباعه وبيعرف يقلد عشان يتعلم ساين. اوكي ده بالنسبه للساين. طيب ما بيعرفش يقلد وما بيعرفش يستعمل صباعه، هنروح للحاجات اللي فيها الايكونز. الحاجات اللي فيها الايكونز محتاجه ايه؟ محتاجه الطفل يكون يشتغل شويه على الماتشنج او بيتعلم ماتشنج اللي هو المطابقه، عشان اما اعلمه ان دي صوره الازازه، باينه ولا لا؟ انا شايفينها دي صوره الازازه، دي صوره الميه. بعد شويه هو ممكن بقى ايه، مش لازم اقعد احفظه صوره صوره في الكتاب، هو بقى يبدا عشان يتعلم يطابق يبص على صوره الكوره ويستنتج ان دي صوره الكوره، صوره الساندوتش ويستنتج ان ده صوره الساندوتش. انا مش شرط اعلمه كل ايكون في الكتاب، انا ممكن اعلمه على مثلا 20 30 ايكون، المفروض هو بيعمل، فلازم يكون بيعرف صفحه فيها ايه 12 صورة 13 صورة 14 صورة and so on. فلازم يكون بيشتغل على الماتشنج. الحاجة الثانية شوية، لكن احنا ممكن نبدأ بصورة قد كده وبعدين نصغرها وبعدين نصغرها وبعدين نصغرها حسب مهاراته الدقيقة، ممكن نركب فيها حلقة. فده في لعبة كويس، وتعلم يطابق، فلو بيبص كويس او علمناه يبص كويس وعلمناه يطابق ممكن يعمل تاكس، لو او يعني اي بيكتشر اكسشينج، يعني بيكس ده برضو برنامج محدد قوي من بيكتشر اكسشينج، في برامج ثانيه فلكسبل، فيا يعمل بيكتشر اكسشينج لو هو هيعرف يطابق، او بيعرف يشيل صوره من مكانها وبيعرف يسكان يبص في ورقه مليانه، يا اما لو هو عنده يقدر يقلد وحركاته دقيقه كويسه ممكن نعلمه الاشاره. ميزه الاشاره انه مش محتاج الكتاب معاه ولا الايباد معاه ولا التابلت معاه، ممكن في اي حته يستعمل ايديه. عيب الإشارة مش أي حد هيفهمها، يعني دي أشرب واضحة، دي آكل واضحة، لكن ماما مش واضحة، دي مش واضحة، دي مش أي حد هيفهمها، بابا مش واضحة، مش أي حد هيفهمها، ترابيزة مش أي حد هيفهمها، ممكن فكرة بوكس أو سرير أو أي حاجة شكلها عامل كده. أوكي فالإشارة ميزتها إن الشخص يقدر يعملها في أي وقت في أي مكان، عيبها لازم الناس اللي في المجتمع اللي حواليه تبقى متعلمة على الأقل الكلمات الأساسية بالظبط، والاشاره مختلفه من مكان لتاني يعني. بس يعني لو اعتبرنا ان هو في مصر معين ممكن، يعني لو لغه الاشاره مصري تعدي. الصور ذو مفهومه اكتر، لان الصور مرسومه وواضح عليها هي ايه الموجود عليها، وايفنتشلي يعني في برامج شويه شبه التاكس او كده بيبداوا هي الصوره عليها من تحت، يعني مش عارفه لو هي برضو واضحه ولا لا، بس الصوره زي دي مثلا عليها واتر مكتوبه تحته عليها الصوره، فممكن بعد شويه بنكبر التكست ونصغر الصوره، فبعد شويه لو اتعلم يقرا او اتعلم يحفظ ان دي كلمه واتر، ممكن بعد كده يتعلم يكتبها على الموبايل واتر او كده، فننقل من الصور للكتاب. ده بريف ليه برضو بنختار اساس. طيب ايه الانواع المشاهد البيسك؟ هو الماكاتون سيستم زي ما انا قلت قبل كده، هو سيستم متكامل لانه فيه اشاره وفيه ايكونز بتاعته هو،
والفرق بينها وبين الايكونز بتاعت الباكس او اي نظام تاني انها ابيض واسود وينفع تترسم باليد، يعني هما عاملينها انها ينفع تترسم. فالبني ادم اللي هو شبه اللي احنا بنرسمه ده، اللي هو كوره وعصايه برجلين، لو عنده مش عارفه شعر يبقى بنت، لو ما عندوش شعر يبقى ولد، لو بشورت يبقى ولد صغير، لو بجيبه يبقى بنت صغيره and so on، لو حواليه دايره بقى اخويا اختي and so on. فهم عندهم سيستم بالصور وعندهم سيستم بالساينز، وزي ما انا قلت الاشارات بتاعتهم واضحه شويه، بلس بيستعملوا السبيتش معاها او اجان اي لغه اشاره هتأدي الغرض بس يكون متفق عليها. يعني في ناس حتى اوقات بيألفوا هم اشارات للطفل ويعلموها الاهل. بس كل ما نستعمل سيستم ستاندردايزد اكتر، كل ما هيبقى سهل الاقي مصادر عنه، سهل اقرا ابحاث عنه، سهل لو سافر بلد تانية يشتغل يكمل بيه and so on. ايه السيستمز التانية الموجودين اللي هم شبه الباكس او البيكتشر اكسشينج؟ ايه قصه البيكتشر اكسشينج او الباكس؟ ان الطفل يكون عنده كتاب شبه ده كده، سواء الكتاب ده فيزيكال كتاب زي ده او على الايباد ابلكيشن فيها صور، وبعدين الكتاب ده جواه صفحات كتير قوي والصفحات متقسمه، يعني ده كتاب حتى محلي يعني احنا عاملينه هنا في مصر مش حتى الكتاب الاصلي. اوكي، والكتاب ده متقسم صفحات وصفحات فيها حاجات متقسمه مجموعات، فده هنا مثلا الاكل. أستاذة ميرت، هل في أماكن بتبيع الكتب دي في مصر؟ بعض أولياء الأمور ربما يسألوا، لو في تعرفي مكتبة مثلاً أو شيء بحيث إنها هما ممكن يبعتوا لي، ده انا اللي عاملاه، طيب كويس ماشي، ده انا عاملاه في البيت، ممتاز. ده والماتيريال كلها من مصر، يعني هما لو اتعلموا ممكن هما يعرفوا يعملوا. فده دي ماتيريال كلها بتتباع في مصر وكلها ما فيهاش حاجة اعجاز، يعني الصفحات دي بالكده احنا بس قصقصنا وظبطنا المقاس والحلقات دي بتتباع وده بيتفك من بعضيه وكده. فده بيسكلي الصفحات بتتقلب، احنا مقسمين مثلا هنا هو الاكل، هنا هو الحاجات السنسوري والارتس اند كرافت وكده، هنا هو حاطين مثلا اللعب الاندبندنت بلاي اند سو اون. هو الطفل بيبدا يقلب فيه وبيدور على الصوره اللي هو عايزها، وبعدين عنده هنا حته بيكون فيها الجمله، طبعا لما يكون في مرحله تكوين الجمله. فبيسكلي مثلا دي اي وانت، وهو يقلب مثلا هيختار اي وانت مثلا ام ان امز، تابع الجمله دي ورايح للشخص ويقول له اي وانت ام ان امز، هيشاور له عليها ويحاول يقولها على قد قدرته، اهو ام ان امز مثلا لو هو عنده ابراكس شويه، او اهو ام امز وات ايفر، هيحاول يقولها زي ما هيقدر يقولها حسب الاصوات اللي بيعملها. لو هو بيعمل اصوات، في اطفال مش بتعمل اصوات خالص وبس هيشاورها. طيب في سؤال في النقطه دي قبل ما حضرتك تطلعي، وليد امر بتسال بتقول هل البيكس بيساعد في التحسن في اللغه التعبيريه؟ طبعا، ما هو التكس هو تعبير، هو بيعبر بس بيعبر بوسيله مساعده. لو هو عنده اصوات احنا بعد شويه بنبدا نعلي الطلب، يعني في الاول الطفل بس بيجيب الصوره بتدي له الحاجه وبتقول له اسمها، بعد شويه ما بيبدا يطلع اصوات بنبدا نبقى ديماندنج اكتر. لا انا مش هديك الحاجه غير لما تجيب لي الصوره وتقول لي مثلا اول صوت، لا مش هديك الحاجه غير لما تجيب الصوره وتقول لي بقى صوتين مع بعض، لو هو عنده القدره طبعا. وبنبدا نبقى ديماندنج اكتر لان هو يقف ويقرا لي الجمله او يكملها قرايه، فانا هقرا اي وانت، هو هيكمل امينيمس، هو يقول اي جزء معاها معايا. والباكس بعد كده، الباكس بالذات يعني الباكس ده اختصار بيكتشر اكسشينج كوميونيكيشن سيستم، وده برنامج معين، يعني مش اي بيكتشر اكسشينج يبقى اسمه باكس، ده برنامج معين مش التسلسل المعين. في الباكس في ايفنتشلي ان الطفل يتعلم يقول اي سي اي، انا هو شايف ايه حواليه، اي هير انا سامع ايه حواليا، اي فيل انا بردان حران زعلان تعبان متضايق، في انه يجاوب على اسئله بي، انه يقول مثلا انا ساكن في المكان الفلاني and so on، كبرنامج الباكس شخصيا. لانه انا زي ما بقول لكم مش اي تبادل صور، هو باكس، باكس ده برنامج محدد في خطوات محدده مش بطريقه معينه. انت ممكن تعمل تبادل صور بطريقه ثانيه ويشتغل عادي بس ما يبقاش هو الباكس، الباكس ده برنامج محدد ماشي بتسلسل معين. وطبعا احنا مش بنتوقع ان الطفل هيعمل الجمله من اول يوم، احنا الاول بس بنعلمه ان هو انت عايز الميه وانا ماسكاها بيحاول يشدها، بتبقى مفيش غير صوره الميه اصلا، واعلمه يديها لي، بس بعلمه فكره انك تديني هتاخد، تديني هتاخد. وبعدين بنبدا، لا انت مش بس هتديني، انت لازم تقوم تشوف تجيب الصوره من بعيد وتيجي. بعدين لا انت هتقلب في الصفحات وتدور على الصوره بتاعت الحاجه، لا انت هتقلب في الصفحات تدور على الصوره بتاعت الحاجه وهتقول لي وانت بتجيبها، لا انت هتعمل اوكي وهتعمل انه هتعمل الجمله and so on. ده حاجه يعني في حاجه زي برولو بي تو جو او باب نور، نفس الكونسبت، ابلكيشن تنزل على الايباد، هي فيها البوم ستور، الاهل بيقدروا يصوروا الحاجات اللي في بيت الطفل
ويحطوها ويسجلوا حتى الكلام بصوتهم، فهو بيكون الجملة عليه وبيدوس بلاي، الجملة بتتقري للجماهير اللي حواليه يعني بتوصل معاه. في حاجات تانية بس هي بدائية، يعني بدائية أكتر من ناحية نوع التواصل، لكنها تكنولوجيا ممكن تبقى أغلى أو مكلفة أكتر، زي الأجهزة اللي هي بتتباع بتبقى مثلا فيها زرارين وبنلزق عليها من بره الصورة بتاعت الحاجة اللي الطفل عايزها، وبنسجل الصوت على كل زرار وهو مثلا بيختار، بس دي ممكن تبقى إعاقة شديدة قوي، هو ما يقدرش يسكان وما يقدرش يبص وما يقدرش يعمل ساين، هو بس هيخبط على حاجة مثلا يبقى زرار كبير. في حاجات تانية يبقى فيها زراير أصغر وملزوق عليها، again they're choice based، هو بيبص ويختار. مشكلة ذوق الحاجات اللي زي التكست اللي هي choice based، اللي هي زي التكست وزي الأجهزة اللي بقول عليها وزي الأيباد، إنه لو الأيباد فصل شحن إحنا اتسوحنا، لو الأيباد رزعناها في الأرض واتكسرت إحنا اتسوحنا، لو الايباد نسيناها في البيت واحنا نازلين احنا اتسوحنا، لو الكتاب ده نسيته في البيت وانا نازل احنا اتسوحنا، ويا سلام بقى لو انا ابني شبط في حاجه صورتها مش هنا اهو، هيقعد بقى يقلب ويدور ويروح يرجع، اتس فرستريتنج. ميزه الايباد عن النظام اللي تبادل الصور الكتاب ان انا ممكن اصور اي حاجه في اي وقت واحطها، يعني احنا رحنا المول في حاجات جديده مش موجوده، تك 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 صور حط على الديفايس، سجل الكلمه انتهينا في دقيقه. ده بقى هنروح ونطبع ونلزق ونحط سكوتش ونعمل لامينيشن ونلاقي الصوره ونظبطها مقاس اخواتها وكده، هتبقى قصه شويه. هاويفر الايباد ممكن ماديا تبقى مكلفه اكتر، الكتاب ده ممكن ماديا يبقى مكلف اقل، هيكلفك وقت طبعا ومجهود عشان تعمله، او لو هتشتريه من بره قبل ما يجي والجمارك اند سو اون، هو مش رخيص، الكتاب الاصلي بتاع التاكس مش رخيص، والطباعه مش رخيصه، واللامينيشن مش رخيص، ولو انت هتعمله في البيت مش رخيص. However, it's doable. يعني ممكن يتعمل. بس هيكون cost efficient أكتر. لكن الآيباد هيسعفك أكتر وانت بره. ففي الآخر كل أهل مع الأخصائي اللي بيشتغل معاهم بيوايموا بقى أمورهم. أنا معايا budget أشتري آيباد مثلا وأشتري له شاحن كمان portable إنه يبقى ماشي بيه، وكفر ماتين عشان ابني ما يتزعوش في الأرض، وأشتري الأبلكيشن اللي هي مش بتكون رخيصة برضه عشان أحطها على الآيباد. ولا أنا مثلا ميزانيتي أقل شوية فهستعيض عن ده بإني أعمل الباكس، لكن هيبقى فيه صور مثلا ناقصة أو مش هيبقى فيه كل حاجة، والعيل هيبقى ماشي شايل بتاع ده معاه مثلا طول الوقت، فلازم أتأكد إن هو معاه، ولازم أتأكد إن هو الورق ما تقطعش أو إن هو لما مثلا شده جامد ما قطعوش and so on. ولا أعلمه ساين مثلا ونتعلم كلنا الساين كعيلة ونشتغل على مهاراته لو هو مهاراته دقيقة كويسة. أنت بقى كل حد بيشوف هو ظروفه جايبة إيه وماشية مع إيه وهيقدر يعمل إيه، وبيوايم حاجه قصاد حاجه، لان كل حاجه ليها عيوب وليها مميزات. في الاخر بس اللي عايزه اقوله مهم قوي قوي قوي، وسائل التواصل البديله لازم اللي يشتغل بيها يبقى حد متدرب كويس قوي عليها، علشان اجان لو اتعملت غلط ممكن تاذي، طبعا مش هتاذي اللي هو هتدمر العيل، هو العيل هيكوميونيكيت، بس ممكن اللي هو المخيف بتاعت الناس مش هيتكلم. لو انا الطفل بيدي صوره الميه وانا بعلقش ما بقولش اي حاجه، ما بقولوش ميه او انت عايز الميه، واديته الميه على الساكت، هو فاهم ان التواصل ده على الساكت. لكن لو انا وهو بيديني الصوره بقول له ميه انت عايز الميه خد الميه، سمع ميه 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 30 مره وهو بيجيب صوره الميه، ممكن ايفنتشلي يحاول يقول ميه معايا. لكن لو انا بشتغل على الساكت هبقى مؤذيه. لو انا بعلم الساينز على الساكت كده 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 الدبدوب اذا انا ما بقولش اي حاجه، ما هو هيتعلم انه يعمل الاشاره على الساكت. فلازم الحد يبقى aware، ولازم دايما نزق الكلام. انا في الاخر هدفي الاكبر انه لو هيقدر يتكلم يتكلم، فانا عايزه احشي الكلام وانا بعلم السكيل وانا بعلم التاكس، عايز ازق الكلام. لو ابتدى يقول صوت من الكلمه يجيب الصوره ويقول الصوت، ابتدى يقول الجمله وهو بيجيبها يقول الجمله وهو بيجيبها بالصور، لغايه لما يبقى فلوينتلي قادر يعبر عن نفسه من غير التاكس، ساعتها اسحبه. طيب في سؤال خاص بموضوع بيكس، معلش هقاطعك لان ولي امر. بتقول لو ان ابني عنده رصيد قليل من الكلمات ولكن كلمه او بعض الاصوات، هل انا اشتغل مع وسائل تواصل بديل ولا انتظر بعض الشيء اللي ربما يبدا في الكلام، وعلى اي اساس هختار قراري؟ بصي انا يوجولي بيرسونلي لو جالي طفل يشتغل معايا وعنده كلمتين ثلاثه وكان صوت بديله اسبوعين او اسبوع، حتى يعني اول اسبوع لو هو جاي انتنسيف بديله اسبوع، بعيد الكلمه قول ميه 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 ميه. طبعا مش بشتغل بالميه لان الميه دي احتياج اساسي، بشتغل بالشوكولاته ام ان امز حاجه يكون بيحبها، بس مش هحرمه من اكل او ميه او لعبه عربيه طياره، بس حاجه تكون سهله يعني اسمها سهل، بالذات لو هو عنده اصوات ليميتد.
فتكون مثلا لو هي بالانجليزي تبقى بيبي بول، حاجه اللي هو فيها اصوات سهله. وببقى متاكده لو هو بيروح تخاطب من الاشخاص اللي هو بيعمل معاهم تخاطب، ايه الاصوات اللي بيعرف ينطقها فور فاكت، يعني لو في اصوات بيعرف ينطقها هستعملها، وببدا احاول اخليه يقول الكلمه عشان يطلب بيها. ابتديت اعمل كده يومين ثلاثه وما فيش ولا كلمه زياده بتطلع ولا بيحاول، لا بقول لا مش هضيع وقته. فمش بدي الاطفال مدة طويله، لو ابني بقاله 3 4 اشهر ما اتعلمش غير 5 6 كلمات ما تستنيش، لان ده بيس بطيء قوي. لازم يكون اوكي، لازم يكون على الاقل بيحاول، لازم يكون على الاقل بيحاول يعيد الكلام، لازم يكون على الاقل بيحاول يكرر الكلام. لو مش بيحاول وما بيطلعش جديد ما استناش ادخل الباكس. وفي ولاد على فكره ممكن شهر شهرين بالباكس ويلاقيه ممل، لانه الباكس افورت، الباكس بعد شويه هو بيبدا الاول الكتاب قدامه ما فيش عليه غير صوره واحده وبقى هات وخد، بعد شويه بيبقى قوم بقى وتفسح في الاوضه ودور لي على كتابك شوفه فين وطلع واعمل لي جمله وتعالى وكده. فالعيال بتلاقيه فرهضه، انا لسه بقى هقعد اقوم ودور على الكتاب واقلب في الصفحات واعمل جمله واجي لك بالجمله وتخليني طب ما اقول لك هات المايه وخلاص لو انا اقدر. يعني بيبدا يبقى الافورت بتاع استخدام الباكس اعلى بكتير من اني انطق وخلص لو انا هقدر. طبعا لو مش هقدر لا هستقتل وهقوم ادور على الكتاب وهنتحر لغايه لما الاقيه واعمل الجمله واجي بيه. فلو انا لا يا ابني مش بيطلع كلمات جديده كملي في التخاطب، انا مش بقول هنكنسل التخاطب، هدخل ده في الانفيرنال. تمام. طبعا لو عندك اي تعليق على اللي انا بقوله او لا لا طبعا لا بالعكس، انا يعني انا اكثر حاجه باكد عليها على اولياء الامور ان وسائل التواصل البديل هي حق من حقوق الطفل، مش عشان ان انا كولي امر لا انا عايز ابني يتكلم وجربت اخصائي تخاطب واتنين ولسه ستيل الولد ما فيش الا بعض الاصوات العشوائيه وافضل لغايه. انا من الاشياء اللي بتحزنني ان انا بجد اطفال 7 سنين 6 سنين وما فيش اي وسيله تواصل، وبالتالي في يعني هاي ريتس اوف بروبلم بيهيفيرز، مشاكل سلوكيه متعدده، مشاكل في كل شيء. طب انا ليه من الاساس لا اصلا انا خايف ان البيكس ما يخلوش يتكلم؟ لا انا يهمني مصلحتي انا كمختص، انا يهمني ان الطالب يتواصل ويعبر عن احتياجاته، فبالتالي المشاكل السلوكيه بتاعته تقل سواء يتكلم او لو لديه صعوبه في الكلام. لا انا اهم شيء ان يكون له صوت ويكون له طريقه يعبر بها عن احتياجاته. فاحنا محتاجين ان احنا نعمق هذا الفهم عند اولياء الامور ان لا انا ما اخافش من ان الولد هيعتمد على الصور او مش هيعتمد، لا انا المهم ان ابني يقدر انه يعبر عن احتياجاته، يقدر يقول لي انا عايز اشرب، عايز اكل، عايز اروح هنا، في حاجه بتعورني، عايز اشياء مفضله، بدل ما ان هو انجيج في بروبلم بيهيفير وتانترمز وسيلف انجيريس بيهيفير في بعض الحالات بسبب ان ما فيش كوميونيكيشن. فيعني ده تعليقي على ان هي اهميه ان يكون في تواصل، يعني وسائل التواصل البديل. بالظبط. المشكله كمان ان احنا بنبص تحت رجلينا قوي، اللي هو سنتين وبيعيط دلوقتي في وسط المول فانا بشيله وبمشي، هو سنتين وبيحدف الحاجات، اخدت حدفته ايه؟ هيكسر لك نظاره، هيكسر لك حاجه عبيطه، هيوقع لك كوبايه. لما يبقى 10 12 سنه ويحدف حاجه على حد هيطير له عينه او يرمي روحه في الارض، مش هتعرف تقومه. فاحنا شويه بنبص تحت رجلينا، اللي هو ايه، احنا بنقول اتس اوكي، استنى عليه شويه استنى عليه شويه. ما هو كل ما بيكبر كل ما انت مش بتقدر تتحكم في المشاكل السلوكيه، وكل ما بيبقى اصعب. انا كنت الاول وانا صغير بشيل وامشي، لما يبقى 13 سنه عمري ما هشيل وامشي. وكل ما الجاب كبرت، كل ما اللي كان فايته كبر، كل ما انا هيبقى صعب كاتش اب. لانه في الباكس زي اللغه، انت الناس برضو بتبقى فاكره ان الباكس ده اللي هو صوره بس، ان انا هبدل صوره يعني سنجل وورد. لا، هو التاكس فيه جمل، وبعد ما بنعمل جمل مثلا انا عايز كذا، اجان زي ما انا قلت بداوا يعلموا انا شايف كذا، انا حاسس كذا، انا بفكر في كذا، وبعدين بيبدا يزود الادجكتيفز اللي هو مثلا انا شايف طياره زرقاء في السماء، او انا سامع صوت الغساله مثلا عالي، او انا عايز اخرج اروح المول واجيب مش عارفه ايه. فهو حتى التاكس يعني بروجريسيف، مش ان انا هيتعلم بس الصوره هات وخد. لانه من قريب شفت بوست، وللاسف كان من حد متخصص على جروب امهات برضو، كان حد بيتكلم على الباكس ان هو لا 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 الباكس ده صور عن الافعال بس. في لخبطه ما بين الباكس والفيجوال سكادجول، الجدول المرئي، انه يبقى في جدول في تسلسل احداث اليوم. فانا هصحى من النوم، هغير هدومي، هروح المدرسه، هروح التمرين، هروح هغسل سناني، هنام. فالطفل يبقى شايف الافعال وكل ما يعمل حاجه يشيلها مثلا ويتعلم ان ده جدوله. وبين الباكس اللي هو التواصل، هو في الجدول المرئي ما بيتواصلش، في الجدول المرئي بيفهم بس الجدول ماشي ازاي، زي ما انا بعمل نوته على الموبايل وبكتب فيها جدول اليوم بس، عشان هو ما بيبقاش عنده قدره على القرايه وما عندوش نوته يكتب فيها فبنعملها له كده. لكن هو لو كبر وتعلم يقرا هكتبها له على الموبايل، هكتبها له على ورقه،
اديله ورقه زي جدول الحصص بتاع المدرسه، يوم الاحد عندك كذا، الاثنين عندك كذا. واجان احنا الهدف من الباكس ومن الوسائل دي ان انا يسحبها خالص لو هو اتكلم استعمل كلامه، يا اما اوصلها لاكتر صيغه ملائمه للسن، يعني ما يبقى 15 16 سنه يبقى اكتر على ايباد على موبايل، مش ماشي بالكشكول ده. إيه لو حفظ الكلمات بالشكل من على الباكس يقدر يكتبها، يقدر يكتب لك مثلا مسج ويبعتها لك على الواتساب، يقدر يكتب ايميل ويبعته لك، يقدر لو راح السوبر ماركت يكتب للراجل مثلا انا بدور على ملح مثلا بالعربي انسوان، او يعملها على الموبايل يكتبها، وبعدين الابلكيشنز اللي بتقرا تبقى انا بدور على ملح انسوان. فاحنا هدفنا برضو ان انا احاول اوصل الوسيله دي انها تبقى فعاله، بس في نفس الوقت ملائمه للشكل والسياق العام وللسن. تمام. في ام بتسال مين المسؤول عن يعني تدريس البيكس للطالب، هل اخصائي التخاطب، هل في حد مختص؟ لان هي بتقول ان احنا بنجد صعوبه يعني في بعض في ايجاد صعب قوي. المختصين. سؤال ده سؤال صعب، ده سؤال صعب قوي، عشان احنا في الميدل ايست يعني في الشرق الاوسط مش هقول مصر بس، عندنا صعوبه شويه في الفصل بين التخصصات. اوكي، فبيبقى صعب شويه تقول مين المفروض يكون بيعمل ايه، لان احنا طبعا يعني للاسف عندنا اللي هو اخصائي تنميه مهارات تعديل سلوك تخاطب وارشاد اسري هو في نفس البني ادم، فبيبقى صعب قوي تحاول تقول اللي مش بينفع نفس البني ادم يعمل كل الشغلانات ولازم نعمل مع بعض وكده. however المتعارف عليه انه الباكس الباكس المفروض اللي يشتغله اخصائي الاي بي اي مع التخاطب الاثنين، يعني في امريكا يوجوالي السبيتش مسؤولين مع الاي بي اي عن الباكس، they do together بيعملوهم مع بعض، واكشلي بتوع التخاطب اكتر من الاي بي اي از ويل، يعني بره بتلاقي اكتر بتوع التخاطب هم اللي تريند على التاكس وهم اللي تريند على الساينس اكتر من كمان بتوع الاي بي اي، لانه في الحالتين هو ده انت محتاج سبيسيفيك تريننج، يعني انت مش عشان معاك ماجستير في الاي بي اي فعلموك التاكس في الجامعه فانت متخرج شيل كتاب التاكس في ايدك، او مش عشان معايا ماجستير في الاي بي اي فعلموني ساينس في الجامعه، لا انا بروح اخد كورس او تريننج او سوبرفيجن او بعمل كونسلتيشن، بروح ادرس حاجه كمان عشان دي مهاره زياده يعني. اوكي، فالمفروض اخصائي التخاطب مع اخصائي الاي بي اي، وطبعا طبعا طبعا لازم استشاره الاخصائي العلاج الوظيفي لو ده متوفر في البلد على قدره الطفل على هيقدر يعمل ايه في صوابعه وايديه. يعني مثلا في وقت ما في حياتي early on اشتغلت مع طفل بباكس اول ما اشتغلت خالص، وحتى ما كنت يعني ما كانش حتى باكس بالظبط، يعني كنا عاملين حاجه نظام تبادل بالصور عشوائي شويه بس كان عشان نوصل لاي حاجه، والطفل كان عنده فاين موتور سكيلز مرعبه، ما عندوش خالص اي سكيلز، ما بيعرفش يمسك اي حاجه، فكنا عاملين الصورة بجد يعني كبيرة almost قد ورقة الكشكول ده. اوكي، وكنا مركبين فيها عارفين الحلقات اللي العيال بتعملها في جلسات تنمية المهارات اللي تركب في بعض الكبيرة دي، كنا مركبين حلقة كبيرة في الصورة بحيث هو يعرف يشدها منها ويجيبها. ف لازم يكون في اخصائي علاج وظيفي ناخد رأيه او نفهم منه هو الطفل ده هيقدر يعمل ايه؟ هيعرف يشيل الصوره ولا لا؟ احنا كلنا طبعا بنلجا للحل الاسهل السكوتش مثلا. السكوتش ده ممكن يكشف قوي على عيال، في عيال ممكن ما تعرفش تعمل الشده الجامده دي او يبقى مش عارف يمسك بيه ايده، ممكن تضطر تعمل ببلو تاك اللي هو عامل زي البلايدو، ممكن تلزق بحاجه ثانيه، ممكن تعمل بمغناطيس لو طبعا في الامكانيه او وات ايفر. لازم حتى مع العلاج الوظيفي مع التخاطب مع الاي بي اي هيلاقوا الوسيله المناسبه. طبعا انا قلت ده اجابه صعبه قوي لانه صعب قوي تلاقي لو في بلدك ده مش في نفس السنتر او كده ان كل دول يتلموا على بعض ويوافقوا يعملوا حاجه مع بعض، بس يعني اضعف الايمان مبدئيا يا السبيتش يا الاي بي اي هيعملوا الشغلانه دي. تمام. في ام بتسال بتقول لو انا ابني اديلي ساعتين بستخدم مع البيكس ولكن لحد الان بيطلع مخارج اصوات عشوائيه، هل اكمل بيكس ولا ربما انتظر؟ وطبعا يعتبر سؤال مكرر لكن هي برضو ما زال القلق بيساور بعض أولياء الأمور خوفا من أن البيكس يعطل الطالب على أنه يتكلم أو يتحدث. خلينا نتفق أن هو لو وصل سن كبير وما بيطلعش غير أصوات عشوائية كل ما بكبر كل ما فرصتي في الكلام بتقل. however احنا شفنا أولاد اتكلمت على 6 سنين و7 سنين و8 سنين، بس مش حاضر أقول أن الكلام فيه استرسال زي أي شخص يعني بيبقى الكلام limited كلمة واحدة جملة من كلمتين مش متوافق مع سن الثمان سنين والتسع سنين والعشر سنين مش بيرغي وكده. فأوقات بنبقى محتاجين الرغي، يعني أنا محتاج جملة محددة، أنا محتاج أعرف أنت، أنا مثلا وقعت في المدرسة فأنا عايز أعرف أنت وقعت فين، فلو هو بيقول أنا وقعت بكلامه المنطوق فأنا عايز أعرف أنت وقعت فين وإيه اللي اتعور وإيه اللي حصل،
فممكن كلامه ما يبقاش فيه استرسال كافي ان انا افهم منه، فبالتالي لازم اكمل استخدم التكست لو التكست بيديني تفاصيل اكتر من الكلام المنطوق. الجزء الثاني، لو وصلنا لسن كبير 5 6 و7 سنين وما عنديش غير اصوات عشوائيه غير موظفه، لازم ابدا اسال الشخص بتاع التخاطب او طبيب، بالذات طبيب امراض التخاطب، هل الطفل ده هيبقى جاهز يعمل كلمات على بعضها ولا لا؟ لانه لو هو عنده سيفير ابراكسيا يعني حجم التضرر شديد، ممكن عمره ما يعمل كلمات مفهومه. فبرضه احنا مش هدفنا ان احنا نحبط الناس، بقى بصوا ينوت العالم مش تتكلم، ما تقرفوش روحكم، روح اعمل تاكس واشتري دماغك وتقعدش تحاول. لكن بنتكلم انه I want to keep my feet on the ground and my head in the sky، انا عايزه رجلي على الارض، فانا عارف الفاكتس وعارف الحقائق وعارف الواقع، بس الناس دماغي في السماء ان انا عندي امال وطموحات وكده للطفل ده فهشتغل عليها، لكن برضه رجلي على الارض، انا مش بعيده قوي عن، انا مش منفصل عن الواقع. فانا عايز تفضل رجلي على الارض، انه في فاكت، في حاجات مش هيقدر يعملها، زي ما انا لو قعدوا يعلموني الماني من هنا للسنه الجايه ما عنديش اي ذكاء لغوي فعمري ما هتعلمه، زي ما انا لو جم يعلموني جمباز النهارده وانا عندي 30 سنه عمري ما هعمل حرف العب جمباز عشان خلاص الفلكسبيليتي راحت. في ناس بعد ما هيوصل لسن معين القدره نفسها ممكن ما تبقاش موجوده، والبرين بلاستيسيتي ممكن تزق ان فكره ان المخ ديناميكي وبيتعلم، ممكن يزق ويتعلم وكده، بس مش شرط ده يسعفه قدام بقى متطلبات الحياه. فببقى محتاجه دايما على جنب الوسيله الثانيه اللي بيعتمد عليها. تمام. ماشي، اسئله؟ انا خلصت اولمست الحاجات اللي انا كنت عايزه اقولها، اللي هو السبيتش اللي كنت محضراه، فانا ممكن نبدا احنا حد عنده نشوف بقى الاسئله. حد يسال على السكاننج؟ حد يسال على السكاننج ازاي اعلم الطفل السكاننج؟ السكاننج عشان اعلم سكاننج هبدا بماتشنج على الترابيزه، انه يطابق على الترابيزه ثلاث كروت واعلمه يبص في الثلاثه، وبعدين يتعلم يبص في سته، وبعدين يتعلم يبص في 10، وبعدين يتعلم يبص في 12. ازاي بنيجي نعلم اي مهاره مطابقه او اي مهاره لغه استقبالية، هات قلم والترابيزة عليها قلم وكرسي. في الأول طبعا أنا ما بخشش هنا هو على السكاننج من الباب، أنا ببدأ بتاعي ومفيش غيرها، مفيش فن، بس بعلمه يبدلها التبادل، وبعدين يختار ما بين حاجتين مثلا. طبعا الخطوات مختلفة، يعني في التاكس بيعلم الاول لا انه يقوم ويجيب الكتاب من بعيد، بس يعني لو هنتكلم عام اكتر يختار ما بين حاجتين، قدامه حاجتين بس، وبعدين يختار ما بين ثلاثه، ممكن يقول حاجتين، يعني الحاجات اللي انا حطيتها ورق ابيض بس عشان يتعلم يبص في ثلاث حاجات، او حاجات اصلا ما بيحبهاش خالص او مش محتاجها خالص، يعني ميه وحاطط صوره جزمه مثلا او صوره حاجه اوبجكت منزيل في نكس حاجه ما لهاش اي معنى بالنسبه له، ودي مثلا لعبته المفضله، حاطه الام ان امز مع صورتين فضيل، فبيتعلم يبص في الثلاثة ويدور على الصورة اللي هو عايزها، بعد كده بيتعلم يبص في 4 6 10 and so on، بجيبها من تحت يا على الترابيزة يا واحنا بنعلم البيكتشر اكسشينج نفسه، بنعلم السكاننج صورة واحدة بتاعت الحاجة اللي أنا عارفة إنه هيموت عليها مع صورة تانية نيوترال بيضة أو لونها أسود أو مفيش حاجة، بعدين مع 3 4 5 and so on، بيتعلم بقى بين كمان حاجة مفضلة. هو ممكن نخلي صورة الكل ويسبقها كلمة أنا عشان ندربه على الجملة أنا أريد، ما هي في التاكس نفسه صورة الطفل، ما هي في مش متأكدة قوي، مش متأكدة قوي لو احنا يعني عايزين نحط صورته عشان نعلمه، أنا ممكن طبعا نعمل كده، بس هو يوجولي بتتحط كلها على بعض، يعني بتبقى I want يعني دي I want على بعضها، و I see بتبقى عيون أكتر، I hear within أكتر، يعني مش لازم نحط صورة الطفل نفسه، مش لازم نعجز نفسنا، لأن برضه السيمبلز والأيكونز دي موجودة أونلاين، فأنا ممكن أطبعها من على الإنترنت بس أزود عليها الحاجات اللي الطفل بيشوفها في حياته اليومية. وأجان دايما الناس تقول لك إيه لازم تصور الحاجات الحقيقية، مش لازم نعجز روحنا يا جماعة، إحنا هنعلمها له، أنا هعلمه إن دي صورة المية طبيعية مش طبيعية، أنا هعلمها له، أنا هعلم المية وهو عايزها وكده بيحاول يشوفها وخليه يجيب الصوره دي ويديها لي، فهيحفظ ان هي الصوره المعينه اللي عليها الرسمه دي بتاعت الميه. نفس الحاجه ميعاد الاكل او الوجبه، هو مش لازم يبقى يشوفها كده يحس يا دي فعلا صوره العشاء بتاعي، لا هو انا هعلمها له ان هي دي بتاعت العشاء،
عشان اوقات بنعسف روحنا، لو انا عايزه اصور كل حاجه في حياته انا مش قادر اصور كل حاجه. في سؤال بيقول كيف نعلم الطفل طلب المساعدة والانتظار عن طريق بيكس؟ سؤال انه يطلب مساعده بيبقى فيه صوره I want help، انا مش معايا هنا دلوقتي بس هي الصوره المتعارف عليها في الباكس، عليها زي واحد رافع ايديه I want help، فبيسكلي بيبقى الصوره عليها I want help، او بتبقى صوره زي دي بس فيها شخص بيساعد شخص تاني simple as this. الانتظار مع باكس، الانتظار ده انت اللي بتقول له ينتظر، فده مش هيبقى باكس، ده هيبقى كانه جدول مصور، انت ممكن يبقى انت معاك كارد بتقول له بيه انتظر، فهي هتبقى نفس فكره الجدول المصور. طبعا اعلم ينتظر ازاي، ده بره بره توبيك النهارده، لان في استراتيجيز ان انا اعلم الولاد تستنى اند سو اون، لكن انا عشان اعلمه ينتظر انا ما بستعمل صوره او كارد، انا كالشخص يعني الطفل هو اللي بيستعمل الباكس، هو اللي بيتكلم بالباكس، الاشخاص اللي حواليه لو هم وسيله بصريه مساعده. في الصور عشان هو يرد على الاشاره، يعني انا لازم اقول له مثلا روح هات مثلا اللعبه بتاعتك، لازم اشاور له، لازم اعمل الساين، او روح دور على ماما، اوكي؟ فانا لازم وانا بطلب منه لازم انا همثل له، هعمل الساين عشان هو يرد عليا بساين في الساين، لكن في الباكس انا مش هكلمه بالباكس عشان هو يكلمني بالباكس، انا عارفين لما بيبقى طفل مولود في بلد بره مثلا، مولود في بلد بالانجليزي، ده اللي احنا هنعمله في التاكس، انا هتكلم الكلام العادي وهو هيروح يجيب الصور بتاعت التاكس بتاعته عشان يكلمني. في الساين هاويفر عشان احفز الكلام بالساين انا هتكلم ساين وهو هيتكلم ساين، وانا بتكلم ببقي هعمل الاشارات. حد كان بيسال على لو هحط صوره الام ان امز هحط الكيس ولا المحتوى الحرق الخارجي، مش هتفرق في حاجه، هحط الصوره، ممكن لو انا عندي صوره فاميليار العيل بيها هحطها او هعلمها له. يعني الامانه تخيلوا كده معايا، انا جبت صوره ورسمت عليها مثلا، نعمل موديل دلوقتي، لو انا جبت صوره ورسمت عليها كده حاجه عشوائيه مثلث وسهم، اوكي، وكل مره عمرو عايز القلم انا بمسك ايديه واخليه يجيب، فبيحاول ياخد مني القلم، بخليه يديني الصوره دي بقول له خد القلم، كل مره بيحاول ياخد القلم بوري له الصوره دي وبقول له خد القلم، خلاص هو حفظ ان الصوره دي بتاعت القلم، هل هي فعلا صوره القلم؟ هي مش صوره القلم خالص، هل الاشاره دي بتقول اي حاجه فيها ماما منها فيها؟ ما فيش حاجه بتقول منها فيها، احنا حفظناها كده، كلمه ماما اللي احنا بنقولها هل في جوه قلب الكلمه نفسه بتطلع صوره مثلا ست، انت اول ما تقول كلمه ماما بيطلع لك صوره ست كده بتعرف ان دي امك؟ لا، اصوات عشوائيه، اللغه كلها عباره عن ايه؟ اصوات عشوائيه، احنا لزقناها في بعض وخلينا ليها معنى، اوكي؟ فانا لما اقول ديلو بالفرنسي معناها ميه، لما اقول ديلو في العربي معناهاش اي حاجه، هل كلمه ديلو في حد ذاتها انت ما بتقولها تطلع واو صوره ازازه ميه بتجري؟ لا، انت ما بتقولها في سياق معين في وسط ناس معينه في مخهم بيبقى معناها ميه، في وسط ناس تانيين في سياق تاني بيبقى معناها حاجه تانيه بالنسبه لهم، فهي زي ما اللغه اصوات عشوائيه احنا خليناها يبقى معناها حاجه، التاكس او الساين حركات عشوائيه صور عشوائيه احنا خلينا معناها حاجه، في التاكس ده بنحاول نخليها صوره حاجات حقيقيه عشان تبقى اسهل نفهمها، لكن في الساين بنعمل مليون اشاره، يعني في الماكاتون دي اشاره الحمام ان الطفل عايز الحمام، مفيش اي حاجه فيها بتقول حمام خالص، انت اصلا لو عملتها كده هيفتكروا بتنفض كتفك، اوكي، بس هي معناها كده في الماكاتون، علامه عشوائيه معناها عايز اروح تواليت، فبلاش نقعد نلف اللي هو ايه، احنا ان انا اتخيل ان انا هرمي الصور قدام العيل فهو هيقوم يعرفها او هعمل اشارات عشوائيه فهو هيقوم يعرفها، انا هعلمها له وهخليها لها معنى بالنسبه له، فاهمين الفكره؟ في سؤال بيقول ايه الفرق بين البيكس والماكاتون؟ الماكاتون سيستم ثلاثي، يعني هو سيستم، انا طبعا مش ضليعه في الماكاتون، ماكاتون اكسبرت، انا خدت ليفل 1 و2 بس، هو في كتير ليفلز، هو سيستم ثلاثي بيعتمد على الصور والاشارات والكلام مع بعض، فهو بيمشي الثلاث حاجات مع بعض، فهو بيستعمل
اعمل فيجوال سكيدجول بيست على الصور بتاع ابيض واسود، والصور بتاعتهم بتتباع على الويب سايت وكده. الهدف منها ان الصور تبقى بلين وواضحه وصريحه، وانها ينفع تترسم بالايد. يعني في الكورس كانوا بيعلمونا نرسمها بالايد، انا ممكن ارسم لك الجمله بايدي لو انا مش لو انا مش هعمل الساين وعندي استعداد ارسم، ممكن ارسم الجمله او ممكن اقراها. يعني كانوا ورونا كده في بلاد في السوبر ماركت عملوا الساينز مكتوب عليها مثلا بالعربي وبالانجليزي وبالايكونز بتاعت الماكاتون، فانت تقدر تشوفها وتعرف تقرا اللي عليها. فلذيذ قوي ان هي ممكن تستخدم كلغه للكتابه والقرايه. انك ممكن تشوف الايكونز وتكتب بيها الحاجات اللي هتجري ورا بعض بالسيمبلز بتاعتها، والساينز بتستخدم عشان تتواصل تعمل لغه اشاره، وفي نفس الوقت تستخدم الكلام في خلال كل ده. اوكي تمام. فده الماكاتون. الماكاتون سيستم ثلاثي، التكست نتورك سيستم ثنائي ما فيهوش الاشاره، في بس التبادل بتاع الصور مع استخدام الكلام. تمام. طب احنا عندنا وبدأوا الشغل عليه، والناحية التانية ده أشخاص عملوا شغل. تمام. احنا عندنا في الوطن العربي في مشكلة كبيرة جدا في نقص المتخصصين في بيكس، وده بيؤدي إلى، يعني أنا مع نفسي من خبرتي المتواضعة، إن بيؤدي إن كتير أطفال بسبب إن مفيش متخصص دارس، خاصة أنا مثلا خدت الليفل 1 في بيكس كان تكلفته عالية جدا، أنا استفدت جدا منه، وستيل إن أنا عايز أخد ليفل 2، ولكن ستيل برضو إحنا عندنا مشكلة في نقص المتخصصين. يعني إزاي الأمهات أو إزاي إحنا كمختصين نحاول إن إحنا نعرف الناس أكتر بوسائل التواصل البديل زي بيكس مثلا؟ هل ممكن يكون في، هل في أماكن مثلا، في أحد الأشخاص سأل هل في أماكن في مصر فيها نقدر إن إحنا ناخد مثلا تدريب في بيكس من حد فعلا متخصص، مش مجرد ان حد بقى، انت عارفه الكورسات اللي انت عارفاها دي. هقول لك حاجه انا عملتها اول ما اشتغلت، لان انا لما اشتغلت من فتره طويله ما كانش طبعا انا ما كنتش عارفه حاجه خالص عن تاكس ده، عرفت عليه بالصدفه من على جوجل عشان عندي طفل ما بيتكلمش هنعمل ايه بلا بلا بلا. التاكس الفاونديشن نفسها عندهم على اليوتيوب فيديوهات قصيره قوي فيها الست مراحل 5 دقائق كل مرحله، ده مش هيخليك ضليع بس ممكن لو انت ام وبتلوث يعني تعرف تستفيد، ولو انت اخصائي ما عندكش امكانيات اديك سمعت لك كلمتين في دول. فعندهم شويه فيديوز على اليوتيوب. الحاجه الثانيه على فكره اللي عايزه اشرحها، احنا بنقول باكس عشان باكس ده نظام اتعمل عليه ابحاث بالتسلسل ده بالبتاع وطلع ايفكتيف، لكن نفترض انا ما عنديش امكانيه استعمل باكس اوكي وعايزه اعلم ابني يتواصل. انا اول ما بدات خالص اعمل ماسترز واعمل البي سي بي بتاعتي، المشرفه بتاعتي ادتني نظام تبادل بالصور كانوا عاملينه في السنتر اللي هي كانت شغاله فيه، المراحل اللي فيه اقل من التاكس، وهم عملوه كده في السنتر. يعني هم اتفقوا ان المرحله الاولى هنعمل كذا، الثانيه هنعمل كذا، الثالثه هنعمل كذا، الرابعه هنعمل كذا. هل كان ايفكتيف؟ اه كان ايفكتيف، مفيش ابحاث بتقول ان هو ايفكتيف زي التاكس، لكن كان ايفكتيف على قد ان احنا نستعمله في كلينك. فاهم قصدي؟ فممكن نستعمل سيستمز ثانيه بتعتمد على الصور، مش شرط التاكس. التاكس الماركه، لانه باكس ده في حد ذاته براند معين بتاع حاجه معينه بتاع سيستم معين. فالحاجه الاولانيه احنا ممكن نروح على يوتيوب نشوف الناس بتعلم الباكس ازاي. الحاجه الثانيه انه الباكس ليه جايد بيتباع، الجايد ده المفروض ان هو ممكن يغني عن الكورس لكن مش هيغني طبعا عن التدريب العملي تحت مشرف، فانت عشان تتعلم بايدك. فالجايد ده مثلا $88 از اوبوزد للكورس اللي سعره ممكن يعدي ال $500، فده ممكن يبقى بادجت فريندلي سن اكتر اشتري الجايد والجايد مفصل. يعني انا برضو اشتريت الجايد في اول الكارير بتاعي بصراحه، اني ما خدتش كورس فاشتريت الجايد، جايد كبير، الجايد قد كده اهو. بالمناسبه هم عندهم، اسف ان انا بقاطعك، بالمناسبه عندهم دلوقتي مترجم باللغه العربيه. يعني انا سالتهم مره قالوا احنا موجود عندنا نسخه باللغه العربيه مترجمه، ترجمه قويه جدا من مؤسسه بيراميد نفسها، فاللي حابب ممكن يتواصل معاهم. يتواصل معاهم، وهم الوقت ترجموا الجايد كامل طبعا شرح دكتور اندي بوندي نفسه، فيعني فعلا بالخطوات واضحه جدا، فده برضو بديل كويس لبعض الامهات. يعني بالظبط، لانه لو احنا 5 6 امهات اشترينا الكتاب مع بعض $80 ولفيناه على بعض كل واحد قراه جاب ثمنه. بالظبط، لو مع بعض عملنا بوك كلوب، انا هشتري كتاب وانت تشتري كتاب
ومحمد يشتري كتاب وعمر يشتري كتاب ونعمل تبادل روتيشن. انت هتاخد الكتاب اللي كل حد يبقى دفع ثمن كتاب واحد وهنبدلهم مع بعض، هنستعيرهم من بعض كاننا عملنا مكتبه. فاللي بنتكلم فيه انه الجايد واضح قوي، الجايد مفسر ويقول لك لو العيال غلط تعمل ايه، ومع الداتا شيتس بتاعته وراسم لك صور والكتاب هيبقى شكله ايه، يعني واضح قوي 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 قوي، ومرسوم فيه صور وفي شرح بالتفصيل وفي شرح المرحله مرحله اند سو اون. والحاجه الثالثه زي ما بقول لك، لو جو اون لاين ودوروا على بيكتشر اكسشينج سيستم، اه ممكن يكون مش فعال زي الباكس لانه الباكس معمول عليه ابحاث بي بي بي، بس انا هدور على ممكن سيستم ابسط، يعني السيستم بتاع البيكتشر بتاع الماكاثون ابسط قوي من السيستم بتاع الباكس، يعني بدائي اكتر قوي، وما فيهوش بقى ست سبع مراحل وهم كام صوره اصلا، والصور بدائيه قوي. يعني ممكن نلاقي حاجات ثانيه بديله، زي ما بقول لك كنت انا ما اتعلمت في الاول ما كنتش بشتغل بباكس، كنت بشتغل ببيكتشر اكسشينج سيستم. السوبرفايزر بتاعتي السنتر بتاعها في امريكا عمله، هو مكون من اربع خطوات مش معقد قوي زي الباكس، بدائي بس بجد كيدز جوين. وبعدها والله عايز تنقل منه على الباكس وتعمل بقى زي ما الباكس بيقول بالظبط هتعمل، لان الباكس اوقات بيقول لك مثلا لازم معاك شخصين في الاول وانت بتدرب، انت ممكن المركز اللي انت فيه ما فيهوش شخصين وانت بتدرب، فهتعمل ايه؟ مش هتدرب، هتعمل هتادابتد. طبعا لما تادابتد مش هتقدر تقول انا بشتغل بالباكس، انه لازم يتعمل زي ما الكتاب بيقول، بس هتوصل لحاجه تعمل نتيجه. اجان كل حاجه افضل تتعمل زي ما هي بالظبط عشان تحقق النتائج ده اللي اتعمل عليه الريسيرش، بس اوقات الظروف الصعبه بتقتضي عليك انك تكون كريتيف شويه. كويس، ودي برضه حلول وافكار لاولياء الامور، يعني ان مش مجرد ان ما فيش حد متخصص يبقى انا كده لا هولص، ما فيش حد او كده، لا انا بنفسي اقدر احاول اوجد حلول. واحنا دينا بنعمل المحاضرات دي، وفي طبعا كمان قناه بيراميد اللي هي المؤسسه بتاع دكتور اندي بوندي بتنزل فيديوهات كتير جدا وبيعملوا حاجات فري، فكل الحاجات دي افكار برضه. يعني في سؤال هنا، هو بيعمل بنفسه فري على فيسبوك، هو بيعمل فري، وعندهم كمان الجروب بتاعهم ما شاء الله فيري انتراكتيف، وبيعملوا كمان حاجات كتير جدا فري، وفي القناه بتاعتهم على يوتيوب طبعا، هي لان هم قالوا لنا في الكورس قالوا بعض الفيديوهات بتكون موجوده على اليوتيوب بيكون فيها اخطاء، فيفضل دائما ان انتوا تتابعوا القناه الخاصه ب اللي هي مؤسسه بيراميد على اساس ان تشوف البراكتس الصحيح. وحاليا الكتاب متوفر باللغه العربيه، نقدر نشتريه، نقدر نتعلم، وكمان نقدر نتابع مع حد. وبالمناسبة هم تقريبا عندهم خدمة سيرفيس ان انت ممكن تصور فيديو تبعته لهم وهم يعطوك فيدباك عليها، تقريبا كانوا قالوا لي ان هم عندهم خدمة زي كده. فانا مثلا لو بشتغل مع ابني ليفل 1 بيكس او ليفل 2، تقريبا عندهم سيرفيس ان انت ممكن ريكورد 5 مينتس فيديو ترسل ليهم وهم ذي والفاليديتد، يعني يقول لك لا في ملاحظات في اشياء. فطبعا دي كل الحاجات دي يعني اصبحت في يعني فرص اكتر واكتر. يعني في حد بيسأل على لو ابنه بيعمل باكس وجاله ايباد وباب نور يتعلم مشهورة كمان ولا لا؟ لا مش محتاج، لان كده كانك بتعلمي عربي وانجليزي وفرنساوي، بيتعلم لغه اللي هي باب نور على الايباد وماشي فيه كويس، مش لازم ادخل ساين، يعني مش محتاج اعمل كده. طبعا اوقات الناس بتنقل من سيستم لسيستم لسيستم عشان يواكب حياه معينه، او عشان الطفل كبر فمش عايزه يمشي بالباكس ومعيش فلوس اجيب ايباد او وات ايفر، بس مش محتاج اعلم ثلاث حاجات مع بعض، انا هعلم حاجه واحده سوتبل يا الايباد يا الباكس كده. الناس مثلا اوقات ممكن اعلم الاشاره مع التاكس لسبب واحد، ان انا لو الطفل مزنوق عايز يروح الحمام دلوقتي حالا مش هيقعد يدور على كتابه فين، ولو بقى مثلا هو في الحضانه والكتاب في اوضه تانية ويجري يدور على الكتاب ويدور على الصوره ويجي، ممكن اعلمه ساين بتاعه الحمام واشرب، بس غير كده مش محتاج اعمل كله مع بعضيه سلطه، اختار حاجه واحده. الحاجه الوحيده اللي ممكن احتاج اعلم الساين مع الباكس او مع الايباد الحاجات الاساسيه اللي هي مش هينفع نستنى، يعني لو عايز يشرب وهيموت من العطش مش هيستنى، ولو عايز يروح الحمام مش هندور على الكتاب دلوقتي، اكيد مش هندور على الكتاب. ويا سلام بقى لو صوره الحمام بقى اللي في الكتاب الفيلكرو اتقطع وقعت مننا في حته بقى، مش هينفع نعمل كده. فخلاص دول ممكن اعلم الشرطين او ثلاثه الحاجات الاساسيه مع الباكس عشان لو الباكس مش ساعفه في اللحظه دي، لكن مش هدخل اللغتين مع بعض. في حد بيسأل لو الطلاب عندهم نطق خفيف هل التاكس بيأثر عليهم ان هم يطلبوا ويقدروا يطلبوا بدون باكس؟ لو بيقدروا يطلبوا بدون باكس فلوينتلي مش هدخل التاكس، انا بدخل التاكس لما يكون الطفل اجان يا ما بيعرفش يكرر الكلام بقول له قول كذا ما بيقولش، او عنده ابراكسيا فبقول له قول كذا فبيقول حته منها فكلامه مش مفهوم فالناس اللي حواليه مش هتفهمه، هي ماما بس اللي فاهماه او بابا بس او المدرس بس،
يا اما الحاجه الثالثه ان الطفل عنده حصيله وما بتكبرش، مهما بنعيد قدامه وبنقول قدامه ما بتكبرش، فانا عايزه ازق كلمات جديده، ولما هقول له قول الكلمه الجديده مش هيقولها، فهدخل الفاكس. فحتى لو هو بيقدر يطلب من غير الفاكس، بس طلباته ليميتد، ما بيطلبش غير 3 أو 4 حاجات، ولما بحاول حتى ادخل له حاجات جديده بانترستد فيها بس عايز يشدها ومش عايز يطلبها، وما اقول له الكلمه مش بيقولها، لا خلاص هدخل الباكس عشان ازود له الحصيله. وانس حصلته زادت وابتدى يقول مع الباكس وبيقول كلمات كتير وخلاص، ما بقاش عنده مشكله يعيد، بنسحبه على طول. وعلى فكره باي ذا واي، لو الطفل عنده القدره يعمل كده، الموضوع ده ممكن ما ياخدش غير 2 3 شهور، يعني مش لازم يقعد يا قعد 30 سنه بالباكس وعيني حبيبي نطق وهو بقى عنده 50 سنه وهيموت، لا يعني مش شرط يحصل كده. لو هو عنده القدره ممكن early on دخلنا الباكس شهر 2 3 هو ابتدى يتكلم، شلت الباكس. نفس الإجابة أثناء جلسة التخاطب بيكون فيها عنده القدرة على النطق بس مش عايز ينطق، مش عايز ينطق، مش هقدر أدخل إيديا في بقه وأحركها، لكن أقدر أمسك إيدي على إيده وأحركها. بعد شوية هيلاقي إن الباكس ده ممل عشان بقوم وأدور على الكتاب وأعمل مجهود وأكون جملة وأرجع لها بيها وتوقفني عشان أشاور على الحاجات اللي في الجملة، وبعدين أنطق جنب الجملة، طب ما أنا أقول لها وأخلص عشان بلاش الفرفضة. في سؤال بيقول: هل أنا كأخصائي بستخدم مبدأ التعميم، بمعنى بعمم الصورة لشيء بأكثر من صورة بألوان بأشكال مختلفة، ولا مش شرط؟ to be honest بصراحة أنا مش عارفة، يعني عمرو برضو أنت فيني أنت بتعمل إيه؟ يعني أنا personally عشان بيبقى الوقت ضيق قوي وعشان نقعد نعمل كل الماتيريال ونطبع كل الصور والبتاع والأيكون زي ما أنتم شايفين صغيرين قوي، فعشان نقعد نطبع ونقص كل ده ونلامينيتد وكده it takes forever، بصراحة مش بفرغ روحي غير في صورة واحدة لكل أيتم وخلاص. بس ممكن استعمل نفس صورة الكورة لكل الكور اللي في السنتر، نفس صورة العربية لكل عربيات السنتر، عشان كده بختار صورة بيزك، يعني بختار هتلاقي صورة مثلا أي حاجة الماركر أو الألوان، مش كل بقى صورة أي ألوان في المجرة، صورة ألوان واحدة مثلا، أو مثلا صورة البالونة هي صورة بالونة واحدة، مش كل البالونين اللي في المجرة وخلاص، بستعملها لكل حاجة عشان أخلص. بس مش بقعد بقى يعني أي مرة هو عايز بالونة مثلا ومش بالظبط البالونة اللي في الصورة أو الحاجة اللي في الصورة، بعمل برومبتنج فخلاص بيلقط ان هي دي، لكن مش بقعد بقى الصراحه يعني ما اعرفش برضه نهبين استعمل ايه، وبصراحه مش متاكده قوي باكس نفسه البروجرام بيريكومند ايه، بس انا اونستلي عشان الوقت ضيق والريسورسز ضيقه انا بستعمل صوره واحده، هي صوره واحده لساندويتش، اي ساندويتش بقى جايبه معايا النهارده، صوره واحده لازازه الميه، اي ازازه ميه جايبها بقى شكلها دبدوب شكلها مش دبدوب، طويله قصيره تخينه رفيعه كوبايه فيها ميه، هي صوره ميه واحده، الميه اللي هنعمل بيها الالوان الميه هي هي الميه اللي هنلعب بيها في الجردل اللي بره هي هي الميه اللي هشربها نفس الصورة. تمام. فبصراحة مش بتعب يعني، مش عارفة يعني عمرو برضه انت ممكن تقول لنا انت بتعمل ايه؟ هو انت كلامك صح، لان مرات عشان تقدر انت تعملي جنراليزيشن تبقى محتاجه عدد كبير جدا من الصور. اعتقد ممكن الاسره، ممكن ان لو هم برضو، لان انت عارف احنا عندنا في الاي بي اي بنهتم جدا بالبيرنتس تريننج، يعني انا مش، ودي من الحاجات اللي بتميزنا في الاي بي اي، ان احنا مش بس بالجلسه مع الاخصائي وخلاص ولي الامر مش عارف ايه اللي بيحصل، لا ده احنا لازم بيبقى فيه عندنا جزء من التدريب ل فور ذا بيرنتس، عشان فاينلي اولياء الامور هم اللي بيقعدوا مع الطالب فترات طويله في البيت، فلازم هم برضو ان احنا ترانسفير ذا سكيلز تو ذيم. يعني فده ممكن يكون جزء تعميمي خاص باولياء الامور، ممكن ان هم يشتغلوا على الجانب التعميمي. في سؤال مهم جدا جالي هنا برضو على بس على الخاص، بيقول: هل ممكن اجي في مرحله بعمل فيدنج لوسائل التواصل البديل، وإيه المعيار؟ وإن إلى بنعمل فيدنج أو بنعمل يعني فيدنج يعني هو قصده يعني هل ممكن أجي في مرحلة خلاص يعني هفضل على طول على وسائل التواصل البديل، ولا ممكن لا أجي لا في لا مرحلة في احنا كرايتيريا معينة؟ في ليد. انا هقول لكم احنا الدنيا مثلا، انا ده بس ده ماي اكسبيرينس، ده مش الساينس، ده مش ريسيرش، ده مش العلم، ده اللي انا اعرفه اللي انا جربته. انا ممكن كل سنه نبدا ب 10 ولاد بيستعملوا باكس، وبعدين في النص 7 يبطلوا او 6 يبطلوا او عدد يبطلوا، بنبطل على اساس ايه؟ بيبقى العيل جاي ما عندوش كلمات خالص، ما بيعبرش عن نفسه بكلمات اتقال، ما عندوش ولا كلمه او عنده شويه كلمات بسيطه، فالباكس بيكون سنهم صغير مثلا سنتين، وبدخل الباكس وبيكون مش بيأكو، يعني بتقول قول ما والبا والبابا والباي قول بيب بيب قول توت توت قول اي حاجه من اللي بتتقال العيال الصغيره بتقولها، ما بيقولش.
فخلاص بنقول خلاص انا مش هضيع وقت اني اقعد اقول له قول ماما او قول ميه او قول عربيه او قول شوكليت، قول اي حاجه مش هتعب روحي. فبروح ايه، تعالى حبيبي احنا هنعمل تاكس. مين وايل هو بيروح تخاطب، اوكي، فانا مش هنعمل تاكس وانت قاعد في البيت من التخاطب. فبيروح التخاطب، التخاطب بيعمل شغله اللي هو انا معرفوش بس هو بيتعمل، وانا الناحيه دي بروح مدخله تاكس. اول ما ابتدى يكرر كلام ورايا ببدا اعمل تيست كده، بشوف هيكرر اي حاجه ولا بيكرر على كيفه. ببدا اقول له حاجات عشوائيه، قول ماما، قول بيبي، قول اقعد، قول قوم، قول باي، قول كده، طبعا بالاصوات المناسبه لسنه، لان هو عنده سنتين هتبقى الباء والما وكده دي موجوده، بس مثلا اصوات زي الخ والعين وكده مش هتبقى موجوده. فبشوف مع التخاطب ايه الاصوات الملائمه للسن وبعمل تيست كده، قول با، قول باي، قول بو، اي بقى حاجات حتى عشوائيه. بدأ يعيد وبقى بيعيد ريلايبلي، واي حاجه هيقولها هيعيدها، شكرا باي باي باكس، تعالى بقى حبيبي عشان هنتعلم نتكلم. بس ده لو طفل سنه صغير. طبعا لو كبير اي ثينك الفيدنج هيبقى محتاج ذكاء اكتر من كده، لانك انت لازم تفيد لما تكون قدرته الفوكل. احنا هنستعمل الحاجه اللي هو اقوى فيها، زي ما بنيجي نقول نعلم الولاد تتكلم انجليزي ولا عربي، يقول لك ايه، لو هو باي لينجوال شوف انهي لغه هو اقوى فيها. فالنهارده لو هو بيعمل جمله طويله على التاكس وبكلامه المنطوق بيقول جمله من كلمتين، لا مش هعمل فيدنج للتاكس، لان هو بيستعمل، هو فلوينت وبيعبر عن نفسه اوضح بالتاكس. لكن لو هو كان بيستعمل كلمه فرضاني على التاكس وبيستعمل كلمه فرضاني دلوقتي وبيعيد اي حاجه وبيتعلم وبيلقط وجيت ادخل له 10 كلمات، يعني في الاول بنعملها بحذر، ببدا اخليه يقول مع التاكس فوكال، هو بقى بيبدا يستسهل، يجي يقول لي مثلا ميه ميه او تعتي او كوره او بتاع، ولا ايه هو بيقول ومستسهل الكلام، بروح شايله التاكس. بس اجان ده this is how I do it. معرفش طبعا هما كباكس باكس كاورجانيزيشن what they recommend بالظبط في الجزئيه دي، لان انا برضو to be honest عمري ما اشتغلت الباكس لاخره. usually يا بنفيد اوت بدري قوي يا لسه ما جاليش كلاينتس من اللي هما هيخلصوا الباكس لاخره، اللي هنوصل للسته فيزز. فمش عارفه لو بعد السكس فيز بيبقى في سيستم تو فيد اوت او ايه. تمام. هو كان دكتور اندي بوندي، احنا كنا خدنا كورس في بيكس، كان عندنا كنا درسنا في فلوريدا، كان قال ان من المعايير المهمه لو انا ام جوينج تو ان انا هشيل البيكس لازم في معايير هامه جدا. اول معيار، هل ان في طريقه اللي انا هفيد ليها او ان انا هنتقل ليها، هل هي هتحقق نفس الاهداف بتاع البيكس؟ وهل هي هتؤدي نفس الغرض وهيكون النتائج بتاعتها بنفس الطريقه؟ وهل لو انا استخدمتها مفيش مشاكل سلوكيه هتحدث؟ فدي معايير هامه جدا. انا في وجهه نظري دي ما بشوف هو المهم عندي ايه، المهم عندي ان الولد فيه بيتواصل بيعبر احتياجاته، ولا المهم ولا في مشاكل سلوكيه قد تحدث. ما انا ممكن اقول لنا لا هعمل فيدنج، لا انا عايز الولد يطلع اصوات، عايز الولد يقول كلمات، ومش حابه انه يعتمد على الصور حياته كلها. بس فرضا ان الولد لا هو خلاص يعني هو مهيأ والافضل ليه والانسب ليه، زي ما قلنا ان في احيانا بعض الاطفال بيكون قدرته مع الكلام مع التقدم في السن بتقل، فلا انا الافضل عندي ان انا دامت ابني اصبح ليه صوت وليه طريقه ان هو بيتواصل بيها وبالتالي مشاكله السلوكيه قلت، لا يبقى الافضل ان انا اكمل على بيكس طول ما الامور ماشيه طيبه ومفيش اي مشاكل. لان ما ينفعش ان الولد يكون اكتسب مهاره واروح اشيل منه هذه المهاره بحجه ان انا كولي امر لا انا عايز ابني يتكلم او انا عايز ابني يطلع كلمات او يطلع اصوات. لا، انا الاولى عندي والاهم ان ابني يكون بيتواصل، ان التواصل ده حق انا بعتبره من حق اصيل للطفل ان انا اجد له طريقه للتواصل ايا كانت هذه الطريقه. انا لا اتحدث عن كلام اصوات حروف، لا، هو الاهم بالنسبه لي ان يتواصل، لانه بعد التواصل ومجرد ما يتواصل في كثير مشاكل سلوكيه بتتحل. بالظبط. الحاجه الثانيه انا ممكن افيد لحاجه ملائمه اكتر، يعني زي ما كنت بقول لك بيكبر التكست ويصغر الصوره، وبعد شويه تحفظ الكلمات زي ما بيتعلم بالانجليزي السايت ووردز، يعني في الانجليش دلوقتي بيعلموا العيال تقرا سايت ووردز، لو انت هتشوف الكلمه دي على بعضيها تقراها كده مش بتقعد تقراها حرف حرف. فخلاص هو عارف واتر شكلها ايه، عارف اي وانت شكلها ايه، عارف بول شكلها ايه، عارف كار شكلها ايه، عارف مامي شكلها ايه، بيتعلم يعملهم يتايب. فهشيل التكست بس هعلمه يتايب، هيبعت على واتساب او يكتب ويوريك بص انا اي وانت كذا، او يكتب بايديه مثلا، او يكتب على الايباد ويدوس بلاي، زي مثلا ما جوجل ترانسليت تخش عليه يعني مش عارف كلمه بفرنساوي بتكتبها وتدوس على صوت السماعه تسمعها بتتنطق ازاي. فانت هو ممكن يتعلم يكتب الكلام ويدوس، فالناس اللي حواليه تسمع هو عايز يقول ايه.
فانا ممكن افيد منه على حاجه less intrusive، ما فيهاش صور، ما فيهاش كتاب، مش ماشي شايل الكتاب في ايديا، كلنا ماشيين بموبايلات في ايدينا، كلنا شايلين موبايلات في ايدينا، كلنا عندنا بورتبل تشارجرز الصغننه، فماشي الموبايل وهو الشخصي وبيكتب عليه، لو هو مثلا مراهق عنده توحد او مراهق عنده اعاقه عقليه، خلاص ما هو معاه تليفونه هيكتب عليه. فممكن تمام. افيد لحاجه تانيه that suits السن او suits القدره and so on. في سؤال بيقول لو سمحتي، لو عايز أعرف من الناحية السلوكية، لو الطفل مش عايز يتواصل معايا وقت قليل قوي أعمل إيه؟ I don't think إن في طفل مش عايز يتواصل. I think في طفل مش عايز يتواصل. يعني هو مش عارف إنه عارف لما تبقى مش عارف فايتك إيه؟ اللي هو في خروجة حلوة والناس خرجتها وأنت ما رحتش المكان قبل كده، فأنت مش عارف إن الخروجة حلوة. فالناس جاية، ده أنت فايتك جدا، وأنت حاسس لو أنا إيه الهبل ده، أنا مش فايتني حاجة وأنا قاعد في البيت مرتاح. لو الطفل مهاراته قليلة قوي هو غالبا مش عارف هو فايته إيه، أو هو مش عارف إن هو ممكن يحقق مكاسب أكتر بانه يطلب من ماما تعمل له الساندوتش المعين اللي فيه الحاجه اللي هو بيحبها. فهو مكتفي بقدرته في ان هو يروح ينقش هو في المطبخ لوحده ويجيب حاجته لنفسه، ان هو يوصل للعبه اللي عارف يوصل لها، اللي على الرف التحتاني مش عارف يوصل للفوقاني مش مهم، لانه مش مدرك هو فايته ايه. وانس الطفل ابتدى يدرك هو فايته ايه، بان انا اوريه انه بص مثلا معايا الحاجه المعينه وانت if you communicate معايا you're going to get it، او انا فان قوي، انا لذيذه قوي، ده انا بلعب وبعمل بابلز وبكحط في الارض وبشيلك وبجري وبنخرج وبنعمل حاجات فان. وانس ابتدى يدرك شويه هو ممكن يبقى فايته ايه، هيبقى عايز يكوميونيكيت. فانا رايي العيال عمرها ما بتكون مش عايزه، احنا مولودين كبشر عندنا مهما كنا اوتيستيك اور نوت اوتيستيك، اور يعني الناس تكون فاكره الولاد اللي عندها اوتيزم اصل هو مش عايز يتواصل مع حد، لا هو مش عايز، هو عايز يتواصل بطريقه معينه بتريحه ومش عارف السيستم شغال ازاي. وانس علمته السيستم شغال ازاي وابتدى يدرك ايه ده انا بفتح لروحي بيبان جديده، ده انا بعرف اوصل لنيو رينفورسرز، ده انا بعرف اوصل لاكتيفيتيز جديده والمشاعر جديده انا ما كنتش بحسها قبل كده، بنبسط بحاجات، بانتراكت مع ناس، فده بيعمل حاجه مشبعه جوايا وكده، بيبدا هو يبقى عايز يتواصل. فرايي هو مش عايز يتواصل، هو مش عارف يتواصل، والعلاقه ما فيهاش الرينفورسمنت، يعني هو مش مدرك انه لما هيجي لك او يتواصل معاكي هيبقى في رينفورسمنت. فاي ثينك محتاجه الاول تربطي نفسك بالمبادره، تربط نفسك بالحاجات اللي بيحبها انه انا بحبها، حتى لو في الاول الحاجات دي كانت اكل وشرب ولعب مش مشاعر، ومش ان انا بزغزغه او بحضنه او ببوسه، لا حاجات ماتيريالستيك. حتى لو كنت في الاول ان انا هو بيجي لي عشان يحصل على الحاجه اللي هو عايزها، فمحتاجه سيت اب البيت انه ما يبقاش سهل انه يجيب كرسي يطلع على كاونتر المطبخ يجيب الشوكولاته اللي هو عايزها لوحده، او ان الثلاجه ما يبقاش سهل يفتحها وياخد اللي هو عايزه ويمشي. انا عايزه اخلق موقف هو في مضطر يجي لي عشان انا ألذ حد في الدنيا اللي بفتح مفاتيح الدنيا كلها وببقى الباب لكل الحاجات اللي هو بيحبها، عشان يبقى مضطر يتواصل معايا ويلاقي انه لما يتواصل معايا في حاجات ظريفه بتحصل. وبعدين نبدا بقى ننقل بقى للمستوى الابستراكت بقى، ان بقى في علاقه وهو بس بيجي لي عشان زغزغه عشان ننبسط مع بعض، عشان هو بينبسط معايا. بس عشان اوصل لهنا لازم يبقى في احتياج للتواصل، والاحتياج ده لو انا شاكه طبعا هو مش حقيقي انه مش موجود، هو بس هو مش فاهم انه او مش مدرك، انا هخلق موقف ان هو يدرك ده، انه انا يبقى معايا الحاجه اللي هو عايزها يبقى مضطر يجي لي عشان ياخدها. بالظبط، يعني زي ما حضرتك قلتي، وخلينا فاكرين ان من اول المهارات اللي بنشتغل عليها في بيكس هي مهاره الطلب، الماند تحديدا. اول حاجه بنشتغل عليها في بيكس ليفل 1 الماند، على اساس ان الطالب لما بيطلب كتير جدا من المشاكل السلوكيه بتاعته او من التانترمز بيجد طريقه ان هو يعبر عن احتياجاته او يعبر عن صوته او يعبر عن الرغبات بتاعته. فاحنا ان شاء الله منتظرين معانا وقت قد ايه تاني يا استاذه ميريت؟ مش عايز ممكن نقول 8:30، يعني ممكن طيب ناخد يعني 12 يعني اوكي دقيقة. يعني معانا حوالي 12 دقيقة، فاللي عنده سؤال يتفضل بقى يسأل، على أساس إن إحنا في سؤال: هل يمكن تعديل سلوك الطفل التوحدي بعد 12 سنة بس يا ريت وهو هاي فانكشن؟ ممكن تعديل سلوكياته، فأي حد ممكن يعدل سلوكياته أو تتعدل سلوكياته at any point in life. طبعا الفلكسبيليتي وانت قد ايه هتتغير وانت عندك هيستوري مع البيهيفير بتكون مختلفة، بس it's not impossible it will just take time، هيحتاج وقت لكن هي مش حاجة مستحيلة. أنا ممكن أغير عاداتي الغذائية وأنا عندي 70 سنة، بس هتبقى أصعب من إني أغير عاداتي الغذائية وأنا عندي 20 سنة. simple. فأي حد ممكن سلوكه يتعدل في أي وقت،
بس البروسيس نفسه هو اللي ممكن يكون اصعب او اطول او كده، عشان انا عندي تاريخ طويل من ان السلوك اللي انا عايزه اغيره بيكون له تعزيز، فانا فجاه عايزه ادخل سلوك بديل، ويبقى السلوك البديل ده بيحصل له reinforcement اكتر من السلوك اللي انا عندي تاريخ طويل معاه. في نقطة عايز أضيفها، إن العمر يعني المرحلة العمرية دي بتحتاج برضو سنسيتيفيتي في التعامل مع الطالب. أنا بحكم إن أنا اتعاملت مع في بعض الطلاب اللي معايا في الشغل في نفس المرحلة العمرية. المرحلة العمرية دي بتحتاج أكتر إن أنت يو جيف تشويس، يعني بعد عن الحاجات بقى اللي هي الحاجات الأفيرس، لا يو هاف تو دو إت، أو إن أنا أديله مثلا أركز قوي على النون كومبلاينس. لا، أنا أحاول، أنا عن نفسي مع الطلاب اللي في السن ده بحاول أعطيه تشويسز أكتر، بحاول إن أنا أتعامل معاه مش مجرد إن هو طفل، لا ده شاب وله اعتبار والحق في الاختيار، ولازم إن أنا أركز أكتر على يعني دعم الطالب، محاولة إعطائه خيارات، محاولة البيرنج معاه، فيعني بعد أكتر شيء عن الطرق التقليدية في اللي هي اللي احنا بنسميها تعديل السلوك. انا عن نفسي ما بحبش كلمة تعديل سلوك، بحب كلمة تحليل سلوك، بحب اتعامل مع وظيفة السلوك الفانكشن بتاع البيهيفير، يعني نبعد اكتر عن التوبوجرافي ونروح زي ما احنا بنتكلم على طول في هنا على صفحات الفيسبوك، ان احنا عايزين ننشر اللي هي الفانكشن بيزد انترفينشنز، ان انا لما اجي اتعامل مع مشكلة سلوكية اتعامل معها وظيفيا وليس بناء على شكلها، ان التدخلات العلميه المبنيه على الوظيفه اثبتت ان لها فعاليه اكبر من ان انا اركز على شكل البيهيفير اكتر اركز على الوظيفه اكتر من الشكل. في سؤال بيقول البيكس يستخدم مع كل الاعاقات ولا لا، ولا فقط مع التوحد؟ يعني كل الاعاقات، انا ما اعرفش ايه كل الاعاقات اللي موجوده في الدنيا عشان اقول اه ولا لا، بس في اعاقات more than others محتاجه وسيله تواصل. بيسكلي اللي اقدر اقوله باختصار على السؤال ده، البلاكس هيستخدم مع الناس اللي عندها صعوبه في التواصل باستخدام كلامها، بس ما عنديش اجابه، يعني ما عنديش، يعني حد ما عندوش كلام فمحتاج وسيله تواصل مساعده، هو بقى وقدرته عنده fine motor skills كويسه وايميتيشن كويس هنعمل ساين، ما عندوش هنعمل باكس او حاجه تشويس بيست. لو اعاقه عقليه شديده زي ما كنت قلت في الاول، في الاجهزه اللي بقى بس بجد عليها اختيارين، يعني هو الشخص انت بتحط له اختيارين على الجهاز وهو بيخبط على اللي هو عايزه، يعني مش بيبقى نظام كامل زي الباكس وكتاب واختيارات وكده، حاجه بيزك خالص، لانه كل ما هيكون متاخر قوي ممكن تبقى الحاجات معقده اكتر، فبيبداوا بحاجات بيزك قوي. تمام. في سؤال بيقول ان لو ان طفل بيكرر، يعني اتعلم كلمه، اتعلم مثلا ميه على طول كونتينيوسلي بقى ميه ميه ميه، فهل ازاي تتعامل معاه؟ يعني هو فرحان بيها عشان هو اتعلمها، فبرافو عليه. احنا عايزين دايما نبالانس بين حاجتين، اي ثينك ان اوقات بتحصل مشكله انه بنبقى وي وانت تو بي تو ساينتفك، بننسى السايد اللي هو الانساني بتاع طفل صغير. ماما هيعمل ايه؟ هيجري في ديلك طول اليوم، ماما 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 ماما، عشان سو اكسايتد اتعلم كلمه جديده بالذات. يعني فكر في طفل تيبيكلي ديفلوبينج، اول ما بيتعلم صوت ده او تت، طول ما هو قاعد انت قاعده في الكرسي هو 8 شهور، طبعا احنا بنتضايق من الحاجات دي، ما بقى 5 سنين ايه يا حبيبي ما تنشف كده، ده انت كبرت على الهبل ده، بس هو 5 سنين لسه متعلم كلمه جديده. فانا ديفلوبمنتلي انا واقفه عند مرحله التت تت تت، لا هي سو اكسايتد، اي نيد تو اكنولج ان هو اكسايتد، هاو ايفر اي نيد تو بي كيرفول، لازم اكون حريص. انا هاكنولج ان هو متحمس، فانا مش هقول له ما بس بقى اعرف ايه اللي بتقوله ده، وطي صوتك بقى بلاش ازعاج، لان انا لو قلت كده مش هيتكلم اي كلمه ثانيه خالص للابد. انا هاكنولج ده اكسايتد، بس في نفس الوقت لازم اكون حذر ليه، انا مش عايزه يتعلم كلمه ميه، فقال ميه 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 ميه، اروح مديله ميه لانه هيتعلم يبقى زنان. اوكي، انا عايزه اعلمه انه ما يقول ميه مره واحده انا هديله الميه، فلو هو عمال يقول ميه 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 هوقفه، والميه الميه اتفضل الميه بتاعته، بس عشان يتعلم ان هو يقولها مره واحده عشان يطلب بيها. بس اكيد طالما هو بيعيد الكلمه مره هي واحده بيعيدها كتير قوي، محتاجه ادخله فوكابلري كتير قوي عشان يستعمله، لان apparently هو فاكر ان الكلمه دي هي الماجيك وورد عشان بتشتغل. زي ما بنقول ما نعلمش العيال الصغيره بليز قبل ما نعلمها اي كلمه تانية، او من فضلك او لو سمحت، لانه بدل ما يتعلم ميه كرسي ترابيزه هيشاور لك على حاجه ويقول لك بليز ممكن ممكن لو سمحت لو سمحت، عشان مش محتاج يتعلم اسمها. فنفس الحاجه هو اتعلم كلمه وفاكر ان هي الكلمه دي اللي هي الماجيك وورد، انا لما بقول ميه بيستجيبوا لي، فيبقى يمكن المايه دي بتاعت الكوبايه برضو، يمكن المايه دي بتاعت القلم برضو، يمكن المايه دي بتاعت الترابيزه برضو، يمكن ما انا ما عنديش غيرها، فلازم ادخله فوكابلري كتير 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 عشان يبدا يستعمل الكلمات في اماكنها. تمام، ممتاز.
سؤال تاني، ازاي اتعرف على معززات الطفل لانه لا يحب الاكل واللعب؟ ماشي، زي موضوع التواصل، ما فيش حد ما عندوش حاجة ما بيحبش، يعني ما فيش حد ما بيحبش العيشة إلا لو عنده اكتئاب، يعني دي حاجة تانية. و I think اكتئاب دلوقتي، يعني يا رب يكون ما عندوش اكتئاب just yet. فما فيش شخص مش هيبقى عايز حاجة، بس هو ممكن يبقى عايز حاجة احنا مش عارفينها، وممكن الحاجة دي تبقى ما تتعزش. اوكي، يعني انا فاكره زمان كنت بشتغل مع ولد بجد بيغلبنا، مش عارفين اي حاجه، مش عايز ولا حاجه من الدنيا فعلا، لغايه مره وسخ ايديه فبننضف له ايديه بوايبس، عينيه لمعت لمعه اكن احنا يعني جبنا ذهب، وبقى بيجري ورا علبه الوايبس وعايز علبه الوايبس وعايز يطلع الوايبس يعملها على ايديه وعلى دراعه وعلى وشه. اوكي، يو نو وات، انت بتحب الوايبس، تعالى اشتغل عشان الوايبس. وبعدين ابتدينا نبتري الوايبس بانه تعالى ننضف اللعبه بالوايبس، فابتدى يبقى عايز الوايبس واللعبه، فابتدينا ما نطلعش الوايبس اني مور ونطلع اللعبه، وبعدين اللعبه مع اللعبه الثانيه، بص ده بيلبس برنيطه، طب تعالى ناكله بالهوب هوب 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 هوب، رحنا من الوايبس لحته ثانيه. بالظبط. فممكن طفل مش عايز حاجه، بس هو ممكن عايز حاجه مش العادي ان احنا متوقعين ان هو يعوزها، فاحنا هنسيبه يعوز اي حاجه اللي هي ممكن تبقى الحته البلاستيك اللي هو خلعها من السشوار اللي مرمي في الحمام، الازازه بتاعه الكان اللي هي الحاجه اللي هي العجيبه دي، وهناخدها وهنبدا نربطها مع حاجات تانية لها معنى، وبالتدريج نسرسبها ان احنا نتخلص منها يبقى عنده حاجات ليها معنى. بس you need to keep your eyes open. هو لما بيتساب لوحده كده سرحان في الفضاء بيروح على ايه؟ شعر بقى المقشر اللي في المطبخ، الزرار بتاع مش عارفه ايه اللي هو خلعه منين، هي دي الحاجات. start there وبعدين make it functional، اعملي منها حاجه، وبعدين ابداي اربطيها بحاجات تانية فن اكتر متوقع من الاطفال اللي في سنه يحبوها، فابداي حب يعني خدي الحاجه البلاستيكه دي حطيها على اللعبه المعينه وعلميه يلعب باللعبه المعينه وهيقاوم وهي كده، بس هنربطهم ببعض، وبعدين ابداي اسحبي الحاجه اللي هي ملهاش معنى و pair new toys، او علميه يلعب بالعاب جديده مربوطه باللعبه الاولانيه اللي علمتيها له. تمام، آخر سؤال بقى، معذرة، إزاي البيكس ممكن يساعد طالب عنده فرط حركة؟ يعني هو عنده فرط حركة ونون فيربال، فهل ما هو ممكن؟ طالما يبقى هيساعده فرط الحركه، يعني هو مش فاكتور، مشكله تبقى فرط الحركه ممكن يضيع الكتاب، فمحتاجين تعملوا 70 كتاب ان هو هينساه كده. لو هو عنده دي اتش دي هينساه، وبعدين هيروح البيت من غيره، وزي ما بيروح من غير كده هتبقى محتاجين يبقى عندكم باك اب، لكن هو ده مش هيغير اي حاجه في البروسيس. هو في الاخر باك معمول للولاد اللي متاخره في الكلام، عنده بقى دي اتش دي، عنده اوتيزم، عنده اعاقه عقليه، عنده اللي عنده، مش هي دي المشكله. انا بتكلم في طفل ما عندوش وسيله تواصل، عايزين له وسيله تواصل، عنده ايه؟ مش قصه اي حد. انا بس في سؤال حد قاله على على لو الطفل طلب شيء مش مناسب، زي ان هو عايز يستحم قال لك المدرسه، I want to get bath at school يعني. احنا بننسى ان الباكس لغه. انا لو رحت الشغل وقلت لهم والله انا عايز استحمى، كل الناس هتقول لي ايه الهبل ده، فانا هتعامل مع الباكس ان هو لغه، هيروح للمدرس تقول انا عايز استحمى، والله يا حبيبي سوري احنا في المدرسه لما تروح، بس خلاص خلصنا بس. هيقولها بكلامه. احنا بس بنبقى سنسيتيف قوي لاحسن، اصل هو بيتكلم بباكس، معلش بس هي مش هتنفع. طبعا طفل تاني ممكن يزعل ويتزرزر وكده، which is normal، لان اي طفل بيطلب من ماما المصاصه دلوقتي وهي مش هينفع تجيبها دلوقتي بيتزرزر وبيزعل وبكده، بتعلمه بقى ان احنا هنجيبها لما في الويك اند، احنا هناخد المصاصه بس في الويك اند او في البتاع. زي اي طفل تاني هبدا اعلمه انه تيك باث ده فين، في البيت تيك باث ما ينفعش في المدرسه، ففي المدرسه مش هينفع نطلب تيك باث. الحاجه التانيه اللي اوقات بيعملوها، في حاجتين بيتعملوا في الباكس، يا اما طبعا في ناس بتاعت ايه يشيل الصور اللي مش في المكان، بس انا مش مع المدرسه دي، لانك كانك بتاخد منه الكلام من بقه، انت بتمنع انه يقول الكلام. الاصح انه يقول الكلام ويتقال له لا، وهو من هيتعلم مهاره جديده بتاعت انه في حاجات مش بتحصل طول الوقت. في تو اوبشنز، في ناس بيقسموا الباكس بالحاجات المتاحه في المكان، فالورقه الخضراء دي بتاعت المدرسه، الورقه البيربل دي بتاعت البيت، الورقه الاورنج دي بتاعت التمرين بتاعت النادي، الورقه كده، وبتبقى الحاجات كولر كودد، فهو بيقدر يميز ان كل الورق الاخضر في صور الحاجات بتاعت المدرسه، كل الورق الاحمر فيه كل حاجات البيت، كل الورق البيربل فيه كل حاجات النادي، فانا دي مش هتنفع هنا، فاحنا في النادي بنستعمل بس الورق البيربل اند سو اون، والحاجات متاحه، والله جاب حاجه منها هقول له سوري مش موجوده. يا الاوبشن الثاني ان بيبقى فيه ورقه لونها احمر وبنجمع عليها كل الحاجات اللي مش متاحه، فدي الورقه دي اللي فيها مش متاح، يا اما بنعمل بالماركر، لو انا معايا ماركر بيتمسح بعمل علامه اللي هي زي ستوب اللي هي دايره ومشطوب في النص دايره، فانا الحاجات دي غير متاحه حاليا.
او بعمل علامه كبيره وبلزقها على الصفحه اللي هي ما فيها الحاجات مش متاحه. بيسكلي انا بحاول بطريقه مرئيه اوصل له انت ينفع تطلب الحاجه دي بس هي مش متاحه، او ما بعتمدش على كده خالص. هو جاب الصوره، لا طبعا لو طفل بيكون فرستريتد قوي هيبقى لازم نفهمه الحاجه دي مش متاحه. لكن لو هو طفل من النوع اللي هو بيتقبل اللقات عادي، واحنا ضربناه يتقبل اللقات، فجالك كان عايز ايس كريم، ايس كريم الايس كريم في الويك اند، خلاص الموضوع اتحل. ممكن تطلب حاجه تانيه، ممكن تقول له مفيش ايس كريم بس ممكن نروح نلعب، تحب تروح مثلا؟ زي اي طفل تاني بيتعلم. لا تمام، احنا طبعا كده تقريبا قعد لنا دقيقة واحدة، مش عايز اخد من وقتك اكتر من كده، ولان الحوار معاكي شيق جدا وممتع ويعني مليء بالحاجات الفاليبل جدا والنصائح الجميلة. بجد بشكرك جدا على وجودك معانا النهاردة، وما شاء الله احنا عندنا اولياء امور تقريبا من جميع الوطن العربي، فالناس اتمنى تكون استفادت. بشكرك على وقتك الثمين وعلى المعلومات الرائعة اللي انت افدتينا بيها في اللقاء ده، وطبعا اللقاء ان شاء الله هو مسجل وهو اوريدي موجود ايضا لايف، فان شاء الله هنرفعه برضه على اليوتيوب. فمعاك الكلمة الوقت بقى، احنا طبعا الناس عندها اسئلة كتير جدا، بس ستيل ان احنا برضه في تايم فريم لازم ان احنا نخلص فيه برضه عشان وقتك، واكيد طبعا دي مش اول مره، اكيد طبعا مش هنسيبك يعني يعني مش آخر مرة إن شاء الله. لا أنا هنجيبك عايز تاني أشكرك يعني. فعلا، عايز أشكرك فعلا على التنظيم وعلى البلاننج وعلى الفكرة وعلى المجهود اللي أنت بتعمله عشان تخلي كل الماتيريال والحاجات اكسسبل بالعربي للأمهات بالذات. يعني I think إن إحنا برضه بنتسحل، أنا بيرسونلي بتسحل إنه بنكلم أخصائيين طول الوقت حتى لو بالعربي، بس كانوا متخصصين، مش بنفكر في إزاي نخلي الحاجات سهلة للمامهات اللي هي قاعدة في البيت اللي عمرها ما سمعت أي كلمة من اللي إحنا قلناها قبل كده. فعايزة أشكرك قوي، وعايزة أشكر كل الناس اللي حضرت وحطت وقت في الموضوع ده عشان تحضر وتسمع وكده، وأتمنى إن احنا نكون فدناهم بأي حاجة. وبس كده، thank you قوي. ألف شكر ليكي، وطبعا للناس اللي حضروا معانا نذكركم إن شاء الله إحنا إن شاء الله باستمرار على طول هذه المحاضرات هتتعمل بشكل شهري أو نصف شهري، بحيث إن يكون على طول نناقش مواضيع مختلفة متنوعة بتلبي احتياجات الأمهات والأسر وكذلك الأخصائيين. والهدف الدائم هو إيه؟ إن إحنا ننشر التدخلات العلمية الفعالة المثبتة، وإن إحنا نقدم للناس المعلومة بطريقة سهلة مبسطة، وطبعا الحاجات دي كلها بطرق سهلة وبسيطة عن طريق الفيسبوك عن طريق الزوم. مرة تانية بشكر الأستاذة ميريت، ولو قعدت من النهاردة السنة قدام أشكرها مش هوفيها حقها طبعا. ألف شكر ليها، وألف شكر للناس كلها اللي بس يا حضروا، عمر وإن شاء الله بإذن الله أكيد هنجيبها مرة تانية بقى، بس تاخد بريك وهنصيدها بقى في حاجة تاني برضه. بس شكرا، يا عمر متشكرة قوي، ومتشكرة لكل الناس اللي حضرت. وطبعا الناس كلها في التعليقات بتشكرك جدا على المعلومات وعلى الشرح وعلى الاضافات اللي انت اضفتيها، امهات من جميع من المغرب من الجزائر من كل الدول من مصر طبعا وهنا حتى من الخليج ما شاء الله، فالف شكر ليكي شرفتينا ونورتينا، وشكرا لكل الناس الحضور ما شاء الله المحاضرة كان حضرها عدد كبير جدا وكان في تفاعل كبير عليها، فدي حاجة من الحاجات اللي بتدينا احنا reinforcement ان احنا البيهيفير بتاعنا يزيد انكريز مرة تانية وتانية، وده حاجة كويسة يعني، نتمنى على طول يكون في رينفورسمنت. ميرسي يا عمرو، متشكرة، تصبحوا على خير يا شكرا جماعة. شكرا، طيب سلام عليكم، وإن شاء الله انتظرونا في حلقات أخرى إن شاء الله من عرب ستوك إن شاء الله. يلا السلام عليكم.